بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي اينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابه. الاهلي مسؤوليه لا يتحملها الا اصحاب الهمم. ابراهيم، اهلا بك يا باشمهندس، اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابه، الحلقه 827 من البرنامج، تاتي في اطار حزمه كثيره متداخلة وكبيرة من ارتباطات الأهلي في كافة الألعاب. لكن ماذا عن مسؤولية الأهلي؟ مسؤولية الأهلي وأنت تنتمي إلى نادي بهذا الحجم يتبعه هذه الملايين داخل وخارج مصر، ينظرون إليه الرائد والقدوة والملهم، ويعني هناك مسؤولية. المسؤولية حب النادي الأهلي ليس بالتشدق وليس بأنك تبوس الفانيلا وليس أنك، ولكن أن تحسن تمثيل الأهلي في أي موقع، وأيضا وأنت تحسن تمثيل النادي الأهلي في أي موقع لا تسمح بالاقتراء عليه. فمعادلة صعبة، ولكن وأنت تتحملها يجب أن تتمتع بالهمة الواجبة اللي تخليك عارف أنك في لحظة ما سوف تدفع فواتير مقابل أنك تتحمل هذه المسؤولية بالشكل الصحيح. النهارده احنا داخلين على ماتش مهم، مسؤوليتنا ازاء هذه المباراه. خلينا ما نتكلمش في حاجه غير في اللي جاي، لان احنا يجب ان ننتقل من احداث فرعيه وهموم محليه واحداث هنا وهناك الى ما ينتظرنا من تحديات يجب ان نكون على قدرها جميعا. مباراتنا مع الترجي هي مباراه حاسمه مهمه جدا، فاصلة إلى الوصول إلى النهائي، ويصبح لكل حدث حديث، ولكن كيف نتحمل مسؤولية النادي الأهلي في هذه اللحظة جميعا؟ تفضل. ده كلام مهم جدا في صميم المسؤولية العامة، المسؤولية الكبيرة التي يتحملها تجاه النادي الأهلي كل من ينتمي بإخلاص لهذا النادي الكبير والعريق. الحقيقة في خضم هذه الارتباطات الكثيرة يأتي عنوان الحلقة جامعا مانعا لكل ما يمر به الأهلي وما يحتاجه غدا الأهلي. بعد الرجاء كل الترجي. الحذر يا أهلي، الحذر يا أهلي، ده مطلوب جدا جدا جدا، وهنقول لكم كتير عن التفاصيل من تونس وعن مباراة رادس غدا 10 مساء إن شاء الله تعالى بتوقيت القاهرة الصيفي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري ابطال افريقيا. الاتحاد الافريقي النهارده رفض الاستئناف اللي قدمه نادي الترجي على العقوبه اللي صدرت من لجنه الانضباط بالكاف بحرمانه من حضور جماهيره 4 مباريات، منها مباراتين مع ايقاف التنفيذ بالاضافه الى غرامه ماليه. تظلم الترجي ورفض الطلب، ومن ثم فمباراه الاهلي والترجي بدون حضور جماهيري. عايز اتوقف فين اللحظه؟ مش عايز الاهتمام المبالغ فيه بعملية الحضور الجماهيري. هو الحضور الجماهيري ميزته الوحيدة ايه؟ انك ما تخشش في قلق. انما ساعة ما تنزل الملعب الحضور الجماهيري احيانا يكون لصالحك وضاغط على فرقته. لكن ما مش عايزين نبالغ او في مسألة ان احنا يعني الماتش كده بقى اسهل. لا، الماتش كده هيحرر ايضا الترجي اللي بيشاهد تراجع في الاسبوعين الاخرين في النتائج من ضغوط جماهيره. اي هو ايضا محتاج على فكره لعدم الحضور اكتر مني. اي فالمباراه مش هتكون سهله. واللي هيحاول يقودنا او ياخدنا في سكه الاستسهال اعتقد انه هيعرضنا الى نوع من خداع النفس والخطوره اللي يجب ان ننأى بانفسنا عنها. احنا لازم نبقى مركزين جدا جدا في ان دي مباراه يجب ان نعبرها. وان احنا بحجم وقيمه النادي الاهلي، يا لعبه الاهلي بقى وروني مسؤوليتكم تجاه الاهلي. اول مسؤوليه من لعبتنا استاذ ابراهيم، لازم ارجع بقى لكلام الكابتن صالح والنبي، تحت اي ضغط من الضغوط تحكيم لعيبه تاخدك تجرجرك وبتاع، اوعى تنجرف انك تكبدني خسائر او تكبدني مجهود ان انا ادافع عن بعض التصرفات اللي ملهاش لازمه.
لاعب النادي الاهلي. وعلى فكره ما يحدث النهارده من توترات في لعيبه النادي الاهلي وده نتيجه المطالبه الملحه بقالنا موسمين من الاعلام وخصوصا في السوشيال ميديا. هو انتوا ايه بتسكتوا ليه وكل الفرق بتتكلم مع التحكيم وانتوا بتقبلوا ليه؟ لا انا عايز ارجع زي ما كنت، عايز ارجع ان اللعيب مالوش دعوه غير بالملعب، وهناك مسؤولين اداريين كل واحد هيتحمل مسؤوليته للدفاع عن حقوق النادي الاهلي. اما اللاعب ما تعملش حاجه تخليني اخسر مجهودك او تخليني اضيع وقتي في ان انا اترقب الدفاع عنك، عشان اعرف حط في دماغك ان هناك من يتربص بك. ده كلام مهم جدا، مؤكد انه ملف الترجي هنأتي عليه بكثير من التفاصيل والحواديت والحكايات والقصص والروايات، لان هي دي الليله، دي ليله المباراه وليله مهمه ان شاء الله تعالى نقدم لكم ما يطمئنكم على الاهلي. لكن النهارده كان في ثلاث مباريات متنوعه للاهلي في مختلف الاتجاهات. رجال كره اليد في البطولة أنقذونا اليوم، البطولة الأفريقية المقامة في صالة الأمير عبد الله الفيصل في النادي، أنقذوا الليلة بالفوز على رجاء غدير المغربي في دي بطولة كأس الكؤوس الأفريقية رجال وسيدات. السيدات فازوا 40 الرجال فازوا 40-16، ودي المباراة الثانية للأهلي زي ما حضراتكم شايفين في الدور الأول من البطولة. البطولة عبارة عن مجموعتين، كل مجموعة هيتأهل منها أربع فرق، الأول هيلاعب الرابع والثاني هيلاعب الثالث وهكذا علشان تحدد الادوار اللي جايه. الاهلي كان فاز في البدايه على كيركوس الاثيوبي بنتيجه كبيره 59-8 في الجوله الاولى، ثم النهارده فاز على اغادير المغربي 40-16. مجموعه الاهلي للرجال معاه الاهلي ومعاه سبورتنج السكندري ومعاه رجاء اغادير المغربي وكيركوس اثيوبي، اذا الاهلي يتبقى له لقاء سبورتنج ان شاء الله. ده بالنسبه للرجال، ويادي الاهلي بتضرب بقوة في هذه البطولة إن شاء الله يحافظوا على الإعلام الكبير في هذه البطولة. إحنا عندنا طيب هنيجي لعمر كاستيلو نجم الأهلي نشوف انطباعاته عن البطولة، لأنه الحقيقة رجال كرة اليد يا باشمهندس عاملين سيزون كويس قوي. يعني أنت واخد دوري واخد كاس واخد أنت دور وحش قوي وحتى الآن الأداء فيه تصاعد وعمل النتائج في اللحظات المهمة. أيوة. تدارك الأمور، عايزينه يكملها لنا بالبطولة دي بقى بإذن الله. أنت قلت عمر كاستيلو واحد يعني عمال بيتقدم بخطى يعني ثابتة جدا، نتمنى له التوفيق باستمرار لأنه واخد كل الأمور بجدية. يعني نتمنى التوفيق لكل لعبتنا ونشوف سوف تنتهي الأمور إلى إيه في هذه البطولة. نشوف عمر اللي انا بس ضايقني النهارده النتيجه الثقيله بتاعت السيدات، توقعت ان يعملوا احسن من كده. هنيجي لها، لكن نشوف الاول عمر كاستيلو بعد فوز الاهلي في المباراه الثانيه في كاس الكؤوس الافريقيه. عمر خالد كاستيلو واحد من نجوم النادي الاهلي والنجوم المتوهجه مع النادي الاهلي. كاستيلو خليني ابارك لك على ادائك وثقه الجماهير وحب الجماهير، وبارك لك على الموسم الاكثر من رائع. ان شاء الله نتمنى ان احنا نكمله ببطوله افريقيا، ومبروك على الفوز النهارده كاستيلو. حبيبي اروى والله يبارك فيك، وطبعا بقول لجمهور النادي الاهلي الف مبروك ليكم ومبروك للعيبه والاداره والجهاز الفني. بطوله جديده بنلعبها بعد بطوله السوبر، بطوله السوبر صفحه واتقفلت خلاص، عندنا ماتشات بطوله افريقيا لازم نركز فيها. الحمد لله بناخدها خطوه خطوه. النهارده كان عندنا ماتش مهم مع فريق رجاء غدير، فرقه محترمه اديناها حقها، اتفرجنا عليها عرفنا ازاي نلعب قدامها. الحمد لله خلصنا ماتشين من في المجموعه، لسه فاضل ماتش ثالث مع نادي سبورتنج، فرقه محترمه كلنا عارفينها طبعا وكلنا هنتفرج ولسه هنتفرج، لعبناها في فاينل الكاس ولعبناها في الدوري كتير، فهنتفرج عليها ولسه ان شاء الله هنذاكرها اكتر وهننزل نلعب يعني عشان نقدر نكسب نصدر المجموعه ان شاء الله. كاستيلو احنا دايما بنبقى فخورين بالعقليات اللي موجوده في النادي الاهلي، بتتكلم ان احنا خلاص ما عملناش اي حاجه، بطوله السوبر قفلنا، دوري الكاس، بتتكلم على كل الفرق، احنا بنحترم كل الفرق، اكيد لعبنا فريق سبورتنج اكتر من مباراه، لكن تحضير المباراه طبعا بيختلف، كل مباراه بتختلف على المباراه الثانيه. طبعا هو زي ما قلت ان احنا في النادي الاهلي متعودين ان احنا بنخرج من بطوله نخش على بطوله، احنا خرجنا من الدوري بعدها باسبوع كان عندنا كاس فصلنا الدوري، بعد الكاس بعدها باسبوعين عندنا سوبر خلاص خلصنا فصلنا عن الكاس، بعد السوبر عندنا بطوله افريقيا بعدها بيوم ففصلنا عن بطوله السوبر، فخلاص احنا بنخش بطوله ورا بطوله، البطولات ورا بعض، هو ده اللي احنا اتعودناه ومطالب مننا نحقق كل بطوله. كل الفرق
محترمه، كل الفرق اللي بتشارك في البطوله بنديها حقها. ماتش سبورتنج الجاي هيبقى ماتش مختلف تماما عن اي ماتش لعبناه في الدوري، ان هو سبورتنج برده هيعوز يلعب وهيعوز يكسب، فهنحضر للماتش بصوره كويسه، هنتفرج على فرقه سبورتنج كتير اليومين الجايين دول، احنا عندنا اجازه بكره وعندنا اجازه بعده من البطوله مش من التمرين، فهنقدر نتفرج عليهم كويس، هنقدر نذاكرهم كويس، هنقدر نعيد الاول من الشغل من تاني مع نادي سبورتنج. الموضوع هيبقى مختلف تماما غير الدوري والكاس، الموضوع دي بطوله افريقيا يعني زيها زي اي ماتش قوي في جوه البطوله، ماتش يصدرك المجموعه ويديك الناحيه الثانيه هتلعب رابع المجموعه الناحيه الثانيه. كريستيانو، عايز اسالك على مستر ديفيد ديفيدز بالتحديد والروح اللي شايفينها في الفريق واوضه اللبس، وانت عارف دايما ان دي بتبقى الخطوه الاولى للوقوف على منصات التتويج ودايما مميزه جوه النادي الاهلي، ايه اللي انت لامسه من المدير الفني، انتوا كلاعبين شايفين روح جديده داخل الفريق؟ طبعا كابتن ديفيد محدش انا نفسي مش هقيمه، هو مدرب كبير في اوروبا، مبسوطين ان هو موجود معانا، مبسوط ان النادي الاهلي كرمنا كلنا لعيبه بمدرب زي دوت، ان هو مدرب كويس، مدرب كلاس ايه، عامل حاله جوه الفرقه. وطبعا بشكر زي ما انت بتقول على اوضه اللبس، بشكر الناس الكبيره الموجوده في الفرقه سواء كابتن ابراهيم المصري او كابتن اسلام حسن، كابتن مصطفى خليل، الناس الكبيره اللي جوه الفرقه هي اللي مساعده على ده كله، ان هي محتويه الناس صغيره، زي ما انت عارف احنا جيل صغير موجود في النادي، الناس الكبيره ديت هي اللي بتدينا دفعات وتدينا حماس وتدينا خبرات، البطولات دي كلها هم لعبوا بطولات كتير، فهو ده اللي فرق في اوضه اللبس، ان الناس كلها مع بعض، الناس كلها ايد واحده، فاحنا طول عمرنا كده في النادي الاهلي، مش جديد على النادي الاهلي، بس الموضوع بقى بس لما انت بتكسب بيزيد اكتر، بيكسب بيزيد اكتر، فهو المكسب بيجيب مكسب، فالحمد لله ان احنا كلنا ايد واحده في اوضه اللبس يعني. اخيرا يا كاستيلو، الجمهور والجمهور اللي دايما بيرسم ملحمه وجمهور النادي الاهلي مستني منكم البطوله، تحب في الختام تقول لجمهور النادي الاهلي؟ طبعا بشكر جمهور النادي الاهلي ان هم كل يوم بيساندونا وكل يوم موجودين معانا في الصاله، بشكرهم على الدعم اللي هم بيدعموه لنا، بشكرهم على الدعم اللي هم دعموه في ماتش السوبر، كانوا مالين الصاله وكل ماتش بيجي لنا الناس، بشكرهم بقول لهم شكرا على مساندتكم لينا، وان شاء الله عايزينكم تاني مكملين معانا بطوله لسه ما خلصتش، لسه في ماتشات كتيره جايه، اوعدكم ان شاء الله ان احنا نبذل اقصى مجهود لينا في البطوله ونكسب ان شاء الله. حبيبي فاروق، شكرا حبيبي. كاستيلو لاعب موهوب ناشئ طالع صاعد، بس طالع بخبرات اللعب المخضرم يعني، بيؤدي بثقه في كل اللحظات في اصعب الماتشات. هتوقف عند نقطتين، الماتشات خدها الاهلي بتدرج في الصعود في المستوى، لان بطل المغرب مختلف عن باقي عن المنافس الاثيوبي، واديناه تجاوزناه بشكل كويس، لكن اختبار حقيقي لقدره النادي الاهلي هتكون امام سبورتنج، وتشعر ان المنافسات في البطولات حتى الافريقيه بين الانديه المصريه. دي نقطه. النقطه الثانيه، لمس على نقطتين مهمين جدا، ان المكسب بيجيب مكسب، بيعمل حاله من الايجابيه والتلاحم في اوضه اللبس، ودي نقطه مهمه جدا انك تبقى عايش اجواء النصر وما تتخلاش عنها. هذه الثقافه اذا قدرت ترسخها الفتره الجايه اطمن على الفرقه دي لمده طويله باذن الله. النقطه الثالثه بتاعت الجماهير، الجماهير بدات تتوافد، عايزين الجماهير يعني يسيبك، انا لسه بقول المسؤوليه، ها عايزين ننسى نفسنا شويه، في بعض المشاكل اللي ضايقت جماهيرنا فخد قرار سلبي بالمقاطعه في بعض الماتشات، لا الاهلي محتاجك جدا، اعمل اي حاجه الا المقاطعه، هنتحامل مع بعض ونواجه مع بعض ونصحح مع بعض ونستفيد من الميزه اللي الاهلي المفروض يعني تديله اكتر من اي حد تاني، التميز والثقه والدعم، ان جماهيريته هي الاكبر، لازم دي تترجم في كل الملاعب. اتمنى جمهورنا يتوافد بالكثافه الواجبه وبالثقافه المعتاده، انهم بيشجعوا من الثانيه الاولى للثانيه الاخيره وبنفس الحماسه، و يعني خلينا بقى نشوف ان الاهلي وهو يبذل الجهد والتعب انه الكل في ظهره. ده كلام مهم جدا لمساندة فريق هو في قلب البطولة. هنشوف الزميل فاروق صلاح معاه الكابتن محمد إبراهيم بعد الفوز. كابتن محمد إبراهيم، واحد من نجوم النادي الأهلي والمدرب العام لفريق النادي الأهلي، كابتن محمد برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي. نتكلم النهاردة خطوة مهمة، خطوة ورا التانية لهدف البطولة، خلينا أبارك لك النهاردة على الأداء وبارك لك على الفوز، والمباراة اللي جاية مباراة سبورتنج أعتقد خطوة مهمة أيضا ضمن مشوار البطولة بإذن الله. أول الحمد لله بشكر ربنا وبشكر زمالي وبشكركم على وجودكم ومنورينا، يعني الحمد لله مكسب مهم بنأكد بيه على أداء الفرقة وعلى روحها وعلى الشدة اللي بنلعب بيها. محمد، بتكلم مع اللاعبين في أمور مهمة جدا،
خطوه بدايه النجاح بتبقى اوضه اللبس، الروح اللي موجوده والربط اللي ما بين اللاعبين الكبار واللاعبين الصغار، دي امر مميز جدا داخل النادي الاهلي. لكن الدور الاكبر بيبقى من الجهاز الفني، وان انا اعمل الروح ده، انتوا بارعين في هذا الامر، وده لامسينه مع اللعيبه، واعتقد دي بنجني ثماره بطوله ورا بطوله. والله طبعا الحمد لله، طبعا من قوام اي فرقه او اساسيات اي فريق ناجح ان هو لازم تبقى الامور جوه اوضه اللبس او بين اللعيبه هاديه ومستقره، وده بيجي بالتحليل العدل، دي اهم حاجه ان انت كجهاز فني تحاول بقدر الامكان طبعا نحقق العدل بقدر الامكان، ندي كل واحد حقه، اللي بيصيب بنقدره، اللي بيغلط بيتعاقب، وكله في اطار اللوائح والنظام الموجود في النادي الاهلي. يعني الروح اللي مع مستر ديفيد ديفيز، وشايفين الروح اللي عاملها روح الاسره والفريق الواحد ده، اعتقد مهم جدا. تفاصيل كتير جدا يا كابتن محمد هي اللي بتوقف على البطوله، هي اللي بتوقف على منصات التتويج، اعتقد هو الامور دي كلها كجهاز فني انتوا قادرين تعملوها مع فريق النادي الاهلي. طبعا الحمد لله، زي ما بقول لحضرتك كده طول الوقت، ان انت بقدر الامكان كجهاز فني بتحاول تحقق العدل، مفيش حد بيعرف يحقق العدل المطلق طبعا، لكن بتجتهد ان انت تدي كل واحد حقه بغض النظر عن اسمه او سنه او جاي منين، المهم ان هو ينزل يقدم 100% ويبقى الاحترام متبادل بين اللعيبه وبعضها وبين الجهاز الفني واللعيبه واللعيبه والجهاز الفني. اتكلم مع كاستيلو، اتكلم في نقطتين مهمين قوي، ان احنا خلاص نسينا بطوله السوبر، نسينا الدوري، نسينا الكاس، وبندي كل فريق احترامه وبنحضر لكل مباراه، اللعيب بيكتسب هذه الثقه والسمات اعتقد من الجهاز الفني، انكم تقدروا توصلوا هذه الامور للاعبين، هو ده اللي اعتقد الدور مهم جدا، وهو ده اللي لامسينه من اللاعبين في ارض الملعب. والنهارده الخميس، نسيناها من زمان قوي دي. لا خلاص طبعا، يعني الموضوع ده احنا بطوله السوبر خلصت يوم السبت، فرحنا السبت، لكن لحد بدانا في بطوله جديده خلاص بنحضرناها من دلوقتي، ماتش كل ماتش لوحده واحده واحده لحد ان شاء الله ما نوصل للهدف اللي ان شاء الله اللي احنا عاوزينه. البطوله الافريقيه وجمهور النادي الاهلي، يعني بقى لكم رصيد كبير جدا عند جمهور النادي الاهلي، شايفين الروح اللي عاملها جمهور النادي الاهلي، شايفين لامسين الامر ده ازاي مع وجود جمهور النادي الاهلي، واللي انتم اكيد هدفكم ان انتم تفرحوه بكل بطوله، مش بطوله السوبر بس ولا الدوري ولا الكاس. والله يعني كلمه رصيد دي كبيره قوي، انا حاسس ان احنا لسه يعني ما وصلناش للمرحله دي ان شاء الله. يعني انا هقطعك، لان انا بفتخر ان احنا بقى عندنا العاليات دي جوه النادي الاهلي وفريق الهاندبول، اعتقد احنا بنفتخر بهذا الامر يا كابتن محمد. الحمد لله طبعا، يعني كرم من ربنا كبير جدا اللي احنا عملناه لحد دلوقتي، لكن احنا ان شاء الله باصين لحاجه اكبر من كده للنادي، حاجه فعلا النادي يستحقها، حاجه فعلا كانت ممكن تكون النادي فقدها السنين اللي فاتت، لكن ان شاء الله ان شاء الله بعون الله وتوفيق ربنا لينا ان شاء الله نحاول نرجع النادي لمكانته الطبيعيه، لان فعلا السنه دي النادي ما بخلش علينا باي حاجه، بدايه من الايمان بالمشروع وكل طلباتنا مجابه، حتى في بعض الاخفاقات لما حصلت الناس ما ثقتها فينا ما تزعزعتش، فدي حاجه احنا مقدرينها جدا ولامسينها، وان شاء الله نكون عند حسن ظن الجماهير والنادي بتاعنا وكل الناس اللي بتحب النادي. بعد المباراه النهارده اهم الامور اللي اتكلم فيها مستر ديفيد ديفيز مع اللاعبين واتكلمت معاه في اوضه اللبس بعد هذه المباراه، واكيد عندنا مباراه مهمه امام فريق سبورتنج. والله هو دايما احنا قبل كل مباراه ما بنبصش للخصم اللي بنلعبه، لا احنا بنبص لنفسنا ولادائنا، احنا شكلنا ايه، الشده اللي بنلعب بيها ايه، دفعنا ايه، هجومنا ايه، جرينا، روحنا جوه الملعب بغض النظر احنا بنلعب مين، واحترام الفريق اللي قدامك بيبدا من لعبك جامد، انت لو نزلت لعبت بتراخي او باستهتار ده دل على شده ان انت مش محترم الفريق اللي بتلعبه، وده شيء ما نحبوش وما نسمحش بيه جوه الملعب، ان انت الاحترام الفريق يبدا من انت تلعب جامد من اول سنه لاخر سنه، عشان الفريق ما يحسش ان في اي تراخي او استهتار بيه، فده اللي احنا بنتكلم فيه قبل كل مباراه، بعد المباراه خلاص بنبارك للناس، بنفصل لمده اللي هي فتره الليل لحد بكره ان شاء الله ما نبدا تاني، نبدا نحضر لماتش سبورتنج اللي هو احنا اوريدي اتفرجنا عليه من ماتش ولا حاجه، وعندنا ماتشات ليهم فيديوهات كتير، وهنبدا نحضر ليه من بكره الصبح ان شاء الله. اخيرا يا كابتن محمد، بتفتقدوا لاعب بقيمه وتاثير علي زين، وشايف انا حاله الحزن والشغف ايضا عند علي زين، كان نفسه يكون موجود، واعتقد خساره مؤثره، لكن اكيد قادرين ان انتوا توفروا وتجهزوا الفريق. بنفتقد علي زين، ولكن الفريق ان شاء الله قادر يكمل البطوله والوصول لمنصه التتويج. طبعا علي زين قيمه كبيره جدا واضافه لينا، واحد من ولاد النادي يعني اللي هو المكان مش غريب عليه، بس يعني هي دي الرياضه، الاصابات دي حاجه كلنا مؤمنين بيها وعارفين انها بتحصل، فاحنا لازم نقبلها. طبعا علي زين خساره كبيره لينا، لكن كل اللي موجودين في الفرقه رجاله، ومش علي زين بس اللي متصاب برضه عشان ما ننساش حد عندنا في الفرقه، لاشين مصاب، فوكس مصاب، حميد مصاب، محمد ابراهيم مصاب، عندنا كذا اصابه ثانيه في الفريق، لكن كلهم رجاله وكلهم على قد المستوى، هو ده اللي احنا بنحاول طول الوقت نشتغل عليه، ان احنا
نلعب على قيمه الفريق مش على قيمه العناصر. شلنا حد وحطينا حد يبقى الفريق اداؤه ما يتاثرش، وده اللي بقدر الامكان بنجتهد ان احنا ان شاء الله نوصل له. يعني انا كنت اختم مع حضرتك لكن استوقفتني الجمله اللي قلتها، احنا بنلعب على قيمه الفريق ومش العناصر. اعتقد برضو هكررها لحضرتك، بنفتخر ان احنا تبقى العقليات دي موجوده عندنا جوه النادي الاهلي. بالظبط، انت الفريق اللي بيعتمد على لعيب، اللعيب ده ممكن ما يبقاش في يومه، ممكن يتصاب زي ما حصل، ممكن يحصل له اخفاق في حاجه، ممكن يكون من لاعب فرقه بتدافع كويس يدافع، فالطبيعي ان انت تبقى عندك انضباط جوه الملعب وسيستم بتلعب بيه بغض النظر عن الاشخاص اللي موجوده. اي واحد بينزل بيطلع هو عارف دوره، لما ينزل في المكان ده هيعمل ده، لما غيره هينزل فيه هيعمل نفس الشيء. هو ده الانضباط، بحيث ان كله يبقى حافظ بعضه، ما بقاش حد بيتفاجئ بحركه حد، اللي الناس عارفه تجري امتى ترجع امتى، يجري ازاي، مين بيباصل مين. هو ده الانضباط اللي احنا عاوزينه، او السيستم اللي ان شاء الله بنحاول لسه بنبنيه جوه الفريق وجوه النادي. يعني اشكرك يا كابتن محمد وبالتوفيق باذن الله، وان شاء الله نبارك لك في نهايه البطوله بالتتويج بالبطوله باذن الله. ان شاء الله. شكرا ليك وشكرا ليكم جميعا. طيب محمد ابراهيم واحد من اللعيبه المهمه جدا خلال 10 12 سنه الماضيه. الحقيقه لما خرج من النادي الاهلي من موسم او اثنين انا اتضايقت. ليه؟ لاني كنت شايف فيه انه كادر من الكوادر الموزونه اللي يقدر لو جهزناه كان نفسي يبطل في الاهلي ويكمل، والحمد لله ان هو لما بطل وفكر انه يتجه للتدريب وجد فرصته في احسن لحظه بيتمناها اي مدرب صاعد. هو معاه مدرب عالمي في اجواء بطوليه، مناخ الانتصارات، اعتقد ان مدرب بهذا التركيز وهذا الهدوء والشخصيه، انا بقول ان تهيئه الكوادر الصالحه لا يقل اهميه عن الفوز بالبطولات. ولكنه قال طبعا، اكد طبعا على ان موضوع ان اوضه اللبس اللي بقى المصطلحات اللي احنا بنفهمه من الترابط اللي بين الفريق نقطه مهمه جدا. لكن قال نقطه يا جماعه صدقوني هي دي اصدق حاجه ممكن نقول عن النادي الاهلي وباستمرار. عندما نلاقي اي حد بتبقى مشكلتنا مش المنافس، بيبقى مشكلتنا ان نظهر بقدراتنا. لان احنا النادي الاهلي في اي لعبه لو ظهر بقدراته هيفرض اداؤه على المنافس ويستطيع ان يفوز. المهم ان احنا نكون باستمرار بنؤدي بما تتيح له قدراتنا. فهو قالك انا ما ببصش للمنافس بقدر ما احاول ان انا احتفظ بمستوايا وافرض اسلوبي على المنافس. كلام يا استاذ ابراهيم من راجل فاهم. طيب ده الرجال ومسيرتهم. السيدات البطوله اللي بتقام بالتوازي مع بطوله الرجال، يعني كاس الكؤوس الافريقيه لكره اليد. البنات بنات الاهلي بداوا البطوله بفوز كان مهم جدا في المباراه الاولى على هابيتات الإفواري، كانت 39-15، لكن النهاردة بيخسرنا من أول أغسطس الأنجولي بفارق 8 أهداف 38-30. ما عجبنيش النتيجة دي. طيب. كان ممكن أخسر أنا عارف. إن أنجولا خلي بالك أنجولا فريق يقترب من العالمية في كرة اليد للسيدات، لأن هم متفوقين جدا في كرة السلة، وتستطيع اذا تفوقت في كره السله بالذات في البنات انك تعمل كره يد جيده. ليها علاقه. ليها علاقه، المهارات متشابهه. او النمط الجسماني مع اللي بينجح هنا بيقدر بتقدر تنقي شخصيات ما بتلعبش باسكت فيهم بتروح للهند. هتجد قوه بدنيه موجوده عندهم. شوف الفاست بريك، انت بص الهاند بول يا استاذ ابراهيم دقيقتين اتنين من عدم التركيز تتخطف لك اربع خمس تجوان. طبعا طبعا. اذا يعني كانت الدفاع، ولذلك هو حتى الدفاع دلوقتي هو اللي بيكسب اي فرقه. لانه اذا امنت نفسك واستطعت ان توقع المنافس في اخطاء، الفاست بريك في كره اليد مرعب. يعني اتمنى ان بس انا مش عارف دي تعمل فينا ايه. يعني هل حظوظنا تمشي ازاي؟ اعتقد في الترتيب برضه هتبقى نفس الشيء. نفس الحكايه، كلما كان ترتيبك اعلى هتقابل مستوى اقل في المجموعه الثانيه. ما التانية. اعتقدش انك انت عندك مشكله، لان المستويات الباقيه انت هتقدر عليها. طيب هو قابلت قابلت الثالث، قابلت الرابع، انما هتلقى تبقى بس يعني الفريق ده هو العقبه. طيب الفريق الانجولي كسب 38-30 المجموعه، الاهلي واول اغسطس الانجولي وهابيتات الافواري
وفي اوتوهو الكونغولي والنواصر المغربي. الاهلي هيلعب المباراه الجايه ان شاء الله مع النواصر. ده بالنسبه لكره اليد رجال وسيدات. كره السله، كره السله امبارح الاهلي بدا مرحله النهائي دوري السوبر مع الاتحاد السكندري في البيست اوف فايف، يعني هيلعبوا خمس مباريات، اللي هيكسب ثلاثه هياخد البطوله. الاهلي بدا البطوله امبارح بفوز، صحيح كان فوز عزيز قوي والمباراه كانت فيها تكافؤ شديد بين الفرقتين. لاحظوا ان انت بتلعب مع الاتحاد، يعني برضو زعيم السله اللي يشار اليه بالبنان. النهارده المباراه الثانيه تمكن الاتحاد من الفوز وفاز فوز اوسع شويه من فوز الاهلي امبارح. فوز الاهلي امبارح كان قريب في السكور، لكن النهارده الاتحاد السكندري بيفوز 80-62. ولما نشوف من الكوارتر الاولاني 23-15 41-27 59-43 ثم بتتسع ل 80-62. بص يا استاذ ابراهيم، ادعي ان انا من كتر الفرجه، دي لقطات من مباراه امبارح، ادعي ان انا من كتر الفرجه قدرت افهم شويه بعض اسرار اللعبه. ايوه ملاحظاتي، فريق كره اليد هناك اربع خمس نجوم مهمين جدا لسه ما وصلوش لفريق كره السله. توصل كره السله. العوده من الاصابات، ما استردناش ايهاب امين افضل لاعب عربيا وافريقيا ومصريا. ما استردناش عمرو الجندي القائد المخضرم اللي شايل على كتافه عبء الفريق مده طويله. ما استردناش عمر عزب صانع الالعاب اللي هو ملك الثلاثيات ولا مهيب. ابو النصر مدافع الهايل هو وعمرو زهران. عمرو زهران يعني شويه يزيد شويه لكن ماشي في النطاق بتاعه. مروان سرحان ادى احسن مما توقعت من امبارح. النهارده انا ما شفتش الماتش لان كنت في طريقي للقناه. فلو انت قدرت تجيب مستواك قبل فوات الاوان في الماتشات اللي جايه ما اقدرش اقلق. خلي بالك امبارح ايه اللي حصل؟ الفرقتين تكتيكيا خانقوا بعض. كان دفاع مرعب من الفرقتين. اكبر قدر من البلوكات من الفرقتين على بعض. صادف عدم توفيق لنجوم مهمه جدا في الاتحاد السكندري زي انس. ما شفتوش بالمستوى ده. احنا الثلاثيات بتاعتنا، ما هو انت لما يبقى الدفاع قوي جدا ما بتفكش الاشتباك ده غير بانك تلعب ثلاثيات من الخارج. مش هتقدر كله من العمق. ما كانش في توفيق. ازعم النهارده النتيجه كبيره دي بتقول ان استمر عدم التوفيق في ثلاثيات النهارده. الحاله البدنيه كانت شويه قله قوي. ما اعرفش انت شفت. انت لاحظت ان البدني قليل. انا جيت قبليك القناه فمؤكد ان انت اللي شفت. هل الضغط بتاع انت لاعب امبارح هتلعب النهارده كويس ان انت هتريح بكره وهتلعب السبت؟ معلش، ما هو الاتحاد زيك. انما انت جاي من تحدي تاني. عايز اقول لك حاجه. رهنا ان اللعيبه، ارجع تاني لكلمه كابتن محمد ابراهيم، اذا انت يعني الامر مرتبط بيك مش بالمنافس بقدر ما هو انك تاخد تجيب مستواك. اتمنى ان اليوم ده يحصل، يريحوا الجمعه ويلعبوا السبت، يحصل ويريحوا الحد ويلعبوا الاثنين، يطلع يحصل استشفاء نفسي. نفسي. طبعا. ما انت هزيمه بايخه. ممكن توترك. وتخليهم بقى ما تقعدوش تلوموا بعض. والسكور رخم برضه، مش ما انا بقول لك. نتيجه مش كويسه، 18 بونت بحق فريق مكسر الدنيا. ما فيش يعني، وانت يعني بقاله موسمين الباسكت ما شاء الله ماشي، بس انت لاحظ ان ماتش السوبر برضه خسرته كده. لانك انت وعملت قبل كده النتيجه الكبيره دي واكتر منها مع الاتحاد. مرتبطه بانك انت فرقتك كانت في اليوم، في اليوم الثلاثيات. يعني ماشية. يوم ما تمشي الثلاثيات الفريق اللي حي ثلاثياته هتطوعه يبقى خيره كتير، فرصه كبيرة. اتمنى ان الاهلي يسترد، لان اللعبة دي خلاص دخلت قلوب الناس يعني. صحيح. طيب فعلا دخلت قلوب الناس، لان الحقيقة يا جماعة حصاد العاب الصلاة الثلاثة السنة دي ما شاء الله ما شاء الله، يعني تقدر تقول انه مش ملوك الصلاة ولا اساطير الصلاة، لا
دي القوة الكبيرة الأهلوية اللي احتلت ألعاب الصالات الثلاثة. على فكرة الأهلي في الحصاد العام السنة دي حصد 15 بطولة في الثلاث ألعاب، مقابل الزمالك 4 بطولات، يعني المنافس المباشر الزمالك. منهم ثلاثة في الفول يا أستاذ. 4 مباريات، 4 بطولات للزمالك و15 للأهلي. الزمالك الأربع بطولات منهم ثلاثة في الكرة الطايرة. لكن حتى في الكرة الطايرة والزمالك بياخد 3 بطولات، الأهلي حصده أفضل برضه. يعني الأهلي خد بطولة العربية للرجال، خد سوبر مصر للرجال، خد سوبر مصر السيدات، خد دوري مصر السيدات في الطايرة. والزمالك خد دوري الطايرة للرجال وخد كأس مصر رجال وخد كأس مصر سيدات. لكن إيه تفاصيل الحصاد العام لأساطير الصالات؟ نشوف هذا التقرير. ملوك الصالات، بمجرد سماعها تتذكر الأهلي، وعندما تقارن بين ألعابها يتصدرها الأهلي، وعندما تتحدث عن أبطالها بلا شك يتواجد الأهلي في المقدمة. ولما لا، فهو الأهلي وأبطاله ملوك الصالات عبر التاريخ، وكأنه صنع في الأهلي، فالتاريخ لا يذكر إلا بالأرقام، وعندما تتحدث الأرقام لن تذكر سوى الأهلي، ليس في لعبة واحدة بل في كل ألعاب الصالات. ولعل ما يحدث هذا العام من تتويجات ملوك الصالات بالبطولات الواحدة تلو الأخرى يؤكد ويرسخ حقيقة ملوك الصالات بالأرقام وليس بالأمنيات. الأهلي في الموسم الحالي وما زال القوس مفتوحا لاستقبال مزيد من البطولات، حقق 15 بطولة وتحديدا في ألعاب اليد والسلة والطائرة مقابل 4 بطولات فقط لنادي الزمالك. في كرة السلة احتكر الأهلي كل البطولات واقتنص كل البطولات التي شارك بها محققاً 6 ألقاب، ولم يحقق منافسوه أي بطولة. فعلى مستوى الرجال توج الفريق ببطولة كأس مصر ودوري مرتبط، وعلى مستوى السيدات توجن البطلات بكل من السوبر المصري وكأس مصر ودوري المرتبط ودوري منطقة القاهرة. وفي كرة اليد جمع فريق الرجال بالدوري والكأس بالإضافة إلى السوبر الإفريقي والتأهل لكأس العالم للأندية سوبر جلوب، فيما جمعت السيدات الثنائية دوري وكأس، فيما توج الزمالك ببطولة واحدة وهي السوبر المصري. وفي الكرة الطائرة فاز فريق الرجال بالبطولة العربية والسوبر المصري، وفازت السيدات بالسوبر المصري وبطولة الدوري. شوف، يمكن الكرة الطايرة تحديدا للسيدات انا شايف انهم عملوا اللي عليهم صراحة، يعني ايوه خدوا الدوري، خد بطولتين بالثلاثة. لكن هو تعرض لحاجة ممكن كانت توقع اي حد. اللي انا زعلان منه فعلا مش شايف له اي تبرير حتى في كرة السلة الرجال. لا، انت بتلعب اتحاد السكندري ممكن يخطف منك بطولة، يغلبك ماتش منطقي. انما رجال الكره الطائره اللي حصل في الاسبوع الحسم انهيار مفاجئ لكل النجوم، لكل النجوم. ليبرو
الكوبي اللي احنا جايبينه قدم اداء مذهل عالي جدا طول السنه طول السنه. ولما دخلت في الامتار الفاصله خلاص ابتدينا بدايه غريبه جدا وتراكن جنبه هل اتهز من البدايه دي؟ برضو الاداء ما كناش متفقين مع كابتن محمد مصلحي. انا قلت لك قبل كده عايز اتكلم في الفولي. قول. الفولي ابتدى بمشاكل رجال وسيدات، اوعى تفتكر ان كانت سيدات بس. المشكله بتاعه تمزيق العقود اول السنه لم تعالج بالقدر اللي انا يطمني لا من اتحاد الكره الطايره اللي كان ما ازعجوش ان يتسرق من عنده عقود وتتقطع. ده كان لازم يطير فيها رقاب. من هو اللي ورا الكلام ده؟ اكتفوا بالتلميح ان في اداري في النادي الاهلي واداري في اتحاد الكوره اتفقوا الكوره الطايره اتفقوا لصالح مين؟ هتقول لي صالح لعيبه عشان يساوموا ناديهم ولا عشان ينتقلوا؟ لا يمكن يتم هذا الامر يا استاذ ابراهيم في مستندات بالاهميه دي اللي اذا كان هناك من سهل لهم المهمه وافق عليها داخل الاتحاد. تدينيش ما تدينيش يعني احترم عقولنا. فالاتحاد ما اهتمش والنادي الاهلي كان الوقت فات ما عليكش الامر كما يعني تعودنا ان يحط النقطه على الحروف. وانا بتكلم على المسؤولين داخل اللعبه. ولذلك لما جيت تعالج بقى بالحسم كان عالجت في اثناء البطوله. فكانت مكلفه. ليها كلفه. اتمنى الموضوع ده ينتهي وينتهي. ما بقولش لازم يعني يبقى الامور فيها يعني امور نسمع ايه ازاي حصل الكلام ده وليه؟ وكل واحد يعني ياخد قدر مسؤوليته. انا لسه بقول لك المسؤوليه هتجدها في كل حاجه بتفصيله. ايوه. اتمنى ان انا اشوف نتيجه في هذا الامر ترضي النادي الاهلي وتحافظ على اوضه اللبس بتاعه الكره الطايره. ودائما الاهلي عندما ياخذ الامور بالجديه الواجبه بيعرف يعالجها. يعالجها صح. وبيجني ثمرها. ده الكرة الطائرة. للرجال والسيدات برضو فكرة انك انت لما تقعد تكسب فترة طويلة بتترهل ذهنيا. يعني اللعيبة عملت ارقام قياسية على مستوى العالم. رجال وسيدات. فاحنا رصيدهم عندنا يسمح لهم ان نتحمل الكبوة اللي حصلت دي. بس بشرط ان نرجع تاني كل واحد يدي اقصى ما يستطيعه من جهد والتزام واخلاص للنادي الاهلي. وليسبق الاخلاص كل الامور. وكلنا نبقى فاهمين ان ادوارنا لو اختلفت ما عندناش مشكله. يعني ممكن تبص تلاقي ايه الادوار اختلفت داخل اللعبه نفسها. سواء في المدربين في اللعيبه في يعني يحصل حراك لصالح اللعبه. في اهتمام النادي الاهلي، انا عارف ان في اهتمام كويس قوي ومش هيسيب الامور كده باذن الله. الاهلي ما بيسيبش الامور تتدهور بالشكل ده. او فتره طويله يعني بيرجع يعالج. كره السله يعني السبت المباراه الثالثه ان شاء الله، يعني من هنا للسبت يكون الناس قدرت تجيب مستواها. ايوه. وانا قلت الاسماء وانا عارف ان الاسماء دي لا ينقصها لا الحماس ولا الاخلاص ولا الالتزام ولا الشغف. وده اللي مطمني بقى. يعني في كره السله الحاله اللي موجوده جوه كره السله مطمناني ان هيدوا اقصى ما يستطيعوا باذن الله. كره اليد ربنا يحميهم ولقوا النغمه المفقوده. فليحافظوا عليها بالهارمونيه والتناسق اللي موجود في الفريق. ان شاء الله. ده كان أمر مهم جدا في ألعاب الصلاة الثلاثة وفي حصاد أساطير الصلاة في موسم أهلاوي رائع بامتياز. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل هنروح نشوف بقى ماذا في رادس إن شاء الله. ما تخافش على الأهلي طول ما الأهلي زي ما الكابتن الخطيب قال في كلمته المهمة لأعضاء وجماهير النادي الأسبوع اللي فات واللي كان بيعلن فيها خبر مهم جدا لكل الأهلاوية. 1/6
افتتاح الهرم الرابع، الفرع الرابع للنادي الاهلي في التجمع. كابتن خطيب قال لك الاهلي وهو بيقوم بالدور الرياضي الكبير، وهو بيقوم بالدور الثقافي والمجتمعي والاجتماعي تجاه شبابه واعضائه، لا يغفل الدور التنموي بتاعه، لان الدور التنموي والاعماري للنادي الاهلي حقيقه يتقال فيه كتير قوي. شوفوا الاهلي عمل نقله كبيره قوي في مدينه نصر وحجم الاعمار والتنميه اللي عملوا فيها في الشيخ زايد واللي حصل، والنهارده في التجمع. اعتقد لجنه العضويه يا باشمهندس عليها تدفق كبير حاليا قبل ما الاسعار الجديده تنفذ 1/6. لا، ما حكى الاستاذ طارق قنديل كان المفروض يسافر من يومين. انت عارف ما بيسيبش ماتش بره. ما قدرش لانه رئيس اللجنه. ده جانب من الساده الاعضاء الجدد الراغبين في العضويه، وهم بينتظروا في المؤهلات في مدينه نصر، في الجزيره. لا، في الجزيره. في الجزيره. فوق ده. انت حضور فوق. ايوه. وهم بينتظروا المقابلات وانهاء. اهو الاستاذ طارق قنديل والاستاذ محمد رمضان ومدام عزه مديره الاشتراكات. استاذ ابراهيم، انا خلال الاسبوع الماضي ده جالي اتصالات من الامارات ومن الرياض والسعوديه ان في حد كلمني من امريكا عايز يعمل عضويه ومش هيعرف يجي. قلت له خلي حد من عندك. وصلته بالاشتراكات فعلا. عمل كده وعمل كده توكيل مطلوب لحد مني. ايه؟ واحد خلص. ثلاثة. الناس مدركه الفرصه اللي هي فيها. ايوه، يعني مفيش نادي النهارده بتلو 50 و300 ألف جنيه. ايوه، وعشان تبقى في كل الفروع حوالي 550 ألف، هتوصل ل 850 ألف. 800 وحاجه اللي هي العضويه الشامله الكامله. الشامله هتبقى كده بس. لسه هم افسحوا بعض المجال. انا سالت. افسحوا بعض المجال، اللي عايز يلحق يعمل عضويه دلوقتي. يعني عشان تغلي. اللي عايز اقوله ايه؟ اللي الحق، لان الحقيقه النادي الاهلي بالذات في التجمع استاذ ابراهيم حاجه هايله. الشياكه والامكانات وعايز انت عارف ان بينه وبين العاصمه الاداريه قد ايه؟ 3 دقايق. يعني مش بيخدم على التجمع بس. ده اللي بيخدم على قاطني العاصمه الاداريه. لذلك في شركات دلوقتي بتاع تسويق عقاري عايزه تعمل دي انها تسوق العضويه مع العقار، مع الوحده. وده تفكير ذكي طبعا، تحملها لل، لان مؤكد الناس اللي رايحه العاصمه الاداريه عايزه نادي جنبيها بهذا القيمه والفخامه، هذا المستوى. ايوه، فطبعا يعني جهد كبير جدا مطلوب استمراره. لان انت بص الفخامه بقى. انا من ابدع الحاجات اللي اتعملت بوابات النادي الاهلي. الديزاين ده او التصميم ده شخصيه الاهلي قوي قوي. يعني في شخصيه الاهلي وتم تثبيتها مع كل المقرات. في شخصيه فتمر انت في الاهلي، ادالك هويه. تشوف من بعيد كده تقول ده النادي الاهلي. صحيح. لا يعني منتهى الفخامه والاناقه الحقيقه، مع كل الامكانيات بقى اللي داخل النادي اللي جاهزه لاستقبال الاعضاء. خلاص 1/6 اعتقد افتتاح كبير. افتتاح بيتعمل له استعدادات هايله. هيبقى حاجه حلوه. طيب، اذا الفرصه متاحه وسانحه لكل الراغبين، حتى اللي بره مصر يقدر يعمل توكيل لاي من اقاربه، يقدر ينجز المساله، ولما يجي يستكمل اوراقه. الحقيقه لجنه العضويه زي ما شفت الاستاذ طارق قنديل واللي معاه عاملين يعني حقيقي يعملك تسهيلات كبيره جدا لاستقبال الاوراق وتقديم التسهيلات. هي الاوراق. لو عرف اي واحد يجيب شهاده التخرج نسخه مش صوره ضوئيه، يجيب شهادات الميلاد للمرافقين، خلاص خلصت البطايق. انت كده تقدر تعمل عضويه لاي حد. ما حدش هيدفع فلوس. لا، ما هو اللي هيدفع فلوس كاش خلاص، بس اللي بيدفع بقى شيك للاقساط. ده اللي عايز لازم التوكيل. عايز توكيل عشان في ينوب عنه في توقيع الشيكات المستحقه عليه. انت لانه مع شركه. شوف السلالم وشوف الرخام وشوف المنظر. لا الحقيقه يعني نقله كبيره قوي، يعني ان انت فعلا عارف انك انت لحد دلوقتي انت بتجهز كمان في الشيخ زايد لكلاب هاوس. حكايه يعني منحاز للشيخ زايد انت.
مش منحاز عشان قريب ببقى عارف، عشان الجار اولى بالشاف. لا ببقى عارف ايه اللي بيتم. انا منحاز لكل فروع النادي الاهلي. ايوه انا عايز النادي الاهلي ده اللي يخشه يحس انه داخل دنيا ثانيه. ايوه يعني انا لما الناس تقول ايه الاهلي ده وجماله، انا بقى بحس ان انا كده اتعشت معايا قوي يعني. ان الاشاده بالاهلي بنظامه بجماله بسياسته بفرقته بانه قدوه انه رائد، لا 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 انا يبقى عمرك كده ما ضاعش هدر. انت رحت في الاتجاه السليم وشجعت النادي السليم. اذا اللي عنده الرغبه في الانضمام لعائله الاهلي والكابتن الخطيب حريص على استخدام مصطلح عائله الاهلي لاعضاء النادي، لان الحقيقه لما تشوفوا فعلا حجم الارتباط بين الاعضاء مع ناديهم، والناس كتيره حتى بيناقشوني فكره الانترفيو اللي بيتعمل او المقابله اللي بتتعمل للرغب في العضويه، فبقول لهم ده حرصا عليك انت، انت كعضو النادي مسؤوليته انه يختار لك مين مناسب يقعد جنبك. لو في حد هيعمل مشاكل او حد او حد او كده، لا لجنه العضويه في الاستقبال او الاستقبال اللي بيتعمل والانترفيو اللي بيتعمل هدفها ان انا برضو بنتقي العضو الملائم للنادي. من النقطه دي بقى انا عايز اتكلم. اه لان انا باستمرار مؤمن بفكره مسؤوليه العضو على الحفاظ على المستوى العام. اه طب يحافظ عليها ازاي دي؟ اه انه يجيب الناس اللي شبهه. أيوه. يعني انت لما تجيب قرايبك وتجيب اصحابك انت عايز دول. ايوه فتضمن ان العيله دي تفضل متشابهه حريصه على بعضها. كله محافظ على التاني. أيوه. فلو كل عضو جاب عضو مش محتاج اي حاجه تانية. ايوه كمان الميزه النسبيه الكبيره الحقيقه في ان النادي بيحتفظ لك بفارق السعر دلوقتي. بمعنى ايه؟ لو العضويه العامله الكامله بقى لكل الفروع واللي بقالك بموجبها حق الترشح وحق التصويت وعضو جمعيه عموميه، لو هي دلوقتي ب 860 تقريبا، الفرق بينها وبين 250 ال 600,000 دول بعد 5 سنين من حقك تحول، او خلال 5 سنين من حقك تحول عضويه الفرع لعضويه عامله كامله بالسعر ده فقط بالفرق اللي موجود وبالتقسيط. فاللي بيعمل عضويه دلوقتي في الفرع سواء في فرع الشيخ زايد او فرع التجمع المبهر اللي انتم شايفينه بيحجز لنفسه فرصه التحول لعضويه عامله كامله خلال 5 سنين وبتسهيلات وتقسيط. يعني ده حمام سباحه ده ولا بحيره؟ بحيره. أكنك أنت في منتجع. آه. الحقيقة يعني إمكانيات هايلة جدا. أنت متخيل النادي الأهلي صرف إيه على الإنشاءات؟ آه. زيادة عن المليار. طب هل أهمل مع الرياضة؟ لا، صرف. ما هو ضعف. ده إحنا بنقول ألعاب الصالات أساطير واخد صرف ضعف 17 بطولة. ضعف هذا المبلغ. آه طبعًا. عشان الناس بتقول لك ده داخل لك. انا داخل لي بس انا بستثمر المبالغ اللي داخله لي دي لصالح العضو وصالح الجمهور وصالح المشهد بتاع النادي الاهلي ومكانته الرياضيه. ايوه طيب اذا الفرصه متاحه قبل تفعيل الاسعار الجديده، ولجنه العضويه في النادي طوال اليوم، وعلى فكره ده موجود في كل الفروع، يعني اللي عايز يروح يقدم في التجمع او في مدينه نصر او في الشيخ زايد او في الجزيره الفرصه متاحه في كل الفرع اللي جنبك، اقرب حاجه ليك روح. ان شاء الله تعالى 1/6 يستمتع جمهور الاهلي قبل اعضائه. والناس برضو بتتكلم الكلام ده يا جماعه، مش خاص صحيح انه الاستفاده المباشره منه للعضو داخل الاسوار، لكن عضو الجمعيه العامه للنادي الاهلي هو جمهور النادي الاهلي اللي منتشر في كل مكان. النادي الاهلي لما بيقوى اقتصاديا وبيتوسع انشائيا ده بيعظم قدراته الماديه، فبيقدر يفي بكل التزاماته وتعاقداته وارتباطاته تجاه الفرق الرياضيه. انت مش من فراغ هتقوي انت قلت فرقك الرياضيه. ما 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 يعني لازم نوضح نقطه مهمه جدا. نقطه واحده؟ اي واحده. واحده. انت بتقول يعني انا قلت لك استثمرنا اكثر من مليار جنيه في المنشات دي. ايوه. ايه كل ده؟ لان المليار ده ممكن يجيب لك 5 مليار. ايوه من جلب العضويات. ايوه يبقى انت بتعمل مش بس مشروع تنموي للمنطقه،
ده انت ايضا رافد من روافد الادارات الايرادات. ايوه. وعشان كده بقول انا عايز كل عضو يجيب لي عضو، يجيب لي عيله. ايوه. كل عضو يجيب لي عيله. هتعمل التارجت بتاعك بسهوله جدا. وتجيب اصحابك وتستمتع انت وجيرانك واصحابك وقرايبك في حاجه مش هيلاقوا احلى من كده. فهي برضو توسع يجيب ايراد، يعني ما انتش بترمي فلوس وبس. لا انت بتفعل قدراتك. بتفعل، يعني انا الطاقه بتاعت مثلا الفرع ده يشيل 10,000 اسره. ايوه. جبت 2000. أيوه. عندك لسه 8,000 اسره. ايوه. هيشكلوا لك ايرادات. ايوه. هذا هو الاستثمار. الاستثمار بقى في الايه؟ في المشروعات، مش في الكوره والرياضه وبس. ايوه. الرياضه ده موضوع طبعا على جنب وده. أيوه. ماشي وفاهمينه. ايوه. لكن لازم نفهمه هو ده. ليه انا بقول كل عضو جيب لي اسره؟ عشان عشان كده. حط ناديك في حتته. ايوه. طيب اذا هي دي النقله الكبيره وهو ده الدور التنموي الكبير اللي النادي الاهلي زي ما اكد الكابتن محمود الخطيب ملتزم بيه تجاه وطنه. وانا مش اعتقد مش بيفكرك الكلام ده بحاجه؟ مسؤوليه الاهلي لا يتحملها الا اصحاب الهمم. طبعا من ضمن اصحاب الهمم اعضاء النادي الاهلي. وكل واحد عايز يديلك يضخ في شرايينك دم جديد. نتمنى ان شاء الله تعالى ان الاهلي فعلا يقدر يواصل مسيرته بهذا الشكل الكبير جدا، لانه احنا استعرضنا الجانب الرياضي فيما يخص العاب الصالات وشفنا التفوق الكاسح الحقيقه للاهلي في العاب الصالات. ما تكلمناش على الالعاب الفرديه لان في العاب فرديه تقريبا انت بتنافس نفسك وصالات برضه، يعني لما تلاقي تنس الطاوله ما شاء الله انت بتحقق الاسبوع اللي فات بنات الاهلي هنا جوده بتاخد بطوله افريقيا الميداليه الذهبيه في بطولة أفريقيا لمصر وهي بتكسب دينا مشرف ابنة وبطلة أفريقيا والنادي الأهلي. هتلاقي عمر عصر يعني ما شاء الله عليه. يعني ذهب الفضة بتاعك وعمر عصر ذهب. بالظبط. وده للمنتخب. يعني أنت حتى لاعبينك الدوليين في كل الألعاب اللي أنت منخرط فيها ما شاء الله عليه. وقبل كده البيلي برضو أعتقد في 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 الزوجي أو في بطولة سابقة هو عمر عصر خده برضو. طيب هنتكلم التأكيد في الفترة اللي جاية عن كتير من الحصاد الكبير للألعاب الرياضية للأهلي السنة دي، لكن لا صوت يعلو على صوت رادس الأهلي والترجي. إن شاء الله تعالى الساعة 10 بتوقيت القاهرة المباراة هيديرها طاقم تحكيم كيني وحكم الفار مصطفى غربال الجزائري، فبنتمنى لهم كل التوفيق. وزي ما قلت لكم في البداية تم رفض تظلم الترجي، فبالتالي زي ما بيقولوا المباراة خلف الأبواب المغلقة ما فيهاش حضور جماهيري، وده في حد ذاته ممكن يشيل من على الترجي عبء كبير. المؤتمر الاجتماع أو الاجتماع الفني النهاردة حضروا الكابتن سيد عبد الحفيظ والمهندس سمير عدلي والكابتن ماهر عبد العزيز والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، واتفق على أنه الأهلي هيلعب باللون الأسود، الأهلي الطقم البديل اللون الأسود كاملا. ليه؟ لأنه الترجي هيلعب بالفانيلا التقليدية بتاعته اللي هي أحمر في أصفر زي ما بيقولوا الذهب والنار. ده فريق الترجي، فبالتالي الأهلي هيلعب بالطاقم الأسود كاملا، شورت وفانيلا وشراب. تم الاتفاق أنه الفريق هيوصل إن شاء الله تعالى الملعب في رادس قبل ساعة ونص من بداية المباراة، يعني المباراة الساعة 10 الفريق يوصل 8:30 ان شاء الله تعالى. بسلامة الله كل الامنيات. يعني ادي احنا قاعدين مستنيين متوترين مستنيين مكالمة صديقنا العزيز او اصدقائنا الاعزاء طاهر الخطيب. ان شاء الله تعالى دكتور نبيل عبوش. طيب اللي اول ما يخلص الماتش اول ما يرن التليفون واشوف اسم حد منهم اقول مبروك بشاير. طيب المؤتمر الصحفي بقى لمستر مارسيل كولر والكابتن نبيل معلول. الكابتن نبيل معلول راجل ديسنت قوي، راجل وقور ومحترم جدا ومدرب واعي ومحلل وعنده تقدير كبير جدا للنادي الاهلي. شوفوا تصريحاته كمدير فني للترجي، قال لك مواجهه الاهلي دي يا جماعه دي مباراه الموسم وهي اهم مباراه ليا انا. خدوا بالكم حاجه، الترجي الموسم بتاعه
ما هوش احسن حال، عنده صعوبه شديده جدا في المنافسه على الدوري. خد 3 هزايم متتاليه، اتهزم من النجم الساحلي، واتهزم من الصفاقس اللي بيقوده الكابتن حسام البدري، ثم اتهزم من الافريقي. ولما الترجي يتهزم من الافريقي بتوجع ابناء العاصمه قوي. اه ممكن صفاقس لان هي مدينه ساحليه، او حتى النجم الساحلي من سوسه، لكن المناكفه كلها مع الجماهير في العاصمه مع الافريقي. فانه يخسر كمان من الافريقي بعد الصفاقس وبعد النجم الساحلي، لا بالنسبه للجمهور الترجي وهو نادي كبير وعريق وله قيمته، المساله مزعجه قوي. عشان كده ربما كان الدوري ابطال افريقيا ولقاء الاهلي يرى فيه فرصه تعويضيه عن كل حاجه، يصلح كل الاوضاع. فده اللي النادي الاهلي واخد باله منه، واللي مارسيل كولر شرحه للعيبه بشكل كويس قوي. سيبكم من كل التهميدات اللي حاصله في الاعلام وحقن التخدير اللي بيحاول البعض يروجها، في النهايه ده الترجي يا جماعه، الترجي يا دوله. مثل كابتن علي كابتن نبيل معلول، على فكره هو مش قريب علي معلول، كابتن نبيل معلول قال لك مباراه الاهلي دي بالنسبه لي دي مباراه الموسم. شوفوا بقى يعني الفرصه بالنسبه له ماشيه ازاي. قال لك عندي ثقه كبيره في جميع لعيبتي، كلمتهم كتير عن السلبيات اللي حصلت في الفترة اللي فاتت، لكن قلت لهم كمان كان عندكم إيجابيات أكتر لازم تحافظوا عليها. وقال لك معظم الأهداف اللي دخلت مرمانا في المباريات الأخيرة كانت لأخطاء فردية للأسف. اشتغلت على إزاي نقدر نتفاداها قدام فريق كبير بحجم الأهلي. قال لك قمت بتجهيز اللعيبة معنويا بشكل كويس لمواجهة فريق كبير قوي بحجم الأهلي. جميع اللعيبة بتاعتي بتشعر بالمسؤولية في مواجهة بطل مصر. عارفين كويس قوي اهميه المباراه وقوه المنافس. وبيقول لك ان شاء الله الترجي هيقدم مباراه كبيره. قال كمان نبيل معلول الهدف الاكبر بالنسبه للترجي وجمهوره السنه دي لقب دوري الابطال. وقال لك انا ما بحبش الخساره طوال مسيرتي التدريبيه، وانا اتعلمت كده من صغري في مدرسه الترجي ان انا الهزيمه لا، هي دي على فكره ثقافه الاهلي برضه. قال ان احنا جاهزين لكل السيناريوهات امام الاهلي، وهنبذل اقصى جهد لتحقيق الفوز عليه. وقال ان احنا بنفتقد العديد من اللاعبين، اه لكن عندنا لعيبه تانية تقدر تعوض وهيكونوا موجودين وهيكونوا في الموعد. قال لك عندهم خبره كبيره واثق فيهم جدا رغم فوارق الجوده ليهم عن اللي غايبين، لكن الجميع قادر يتحمل مسؤوليته كويس. ما هو احنا لما نتكلم على المنافس طبعا هنشوفه بقى كل عناصر قوه الضعف اللي فيه. ايوه. لكن ايضا انت عندك غيابات، وده اللي قاله مارتن كولر. قال هم عندهم غيابات واحنا عندنا غيابات. وعندنا ناقيين لسه راجعين. ف ولكن نرجع تاني بقى لفكره، هو انا بقيس نفسي بمين؟ بقيس نفسي ان انا لازم ابقى في مستوايا وفي حالتي. أيوه. عشان يبقى مصيري في ايدي. ايوه. وده اللي بيميز الاهلي في دوري الادوار الاقصائيه مش في المجموعات. عشان كده التونس قال لك حتى في الرجال ساسي قال لك للاذاعه التونسيه، قال لك انا قلت لهم الاهلي في دور المجموعات شيء، ولما يصعد شيء تاني خالص. لما بيدخل الادوار الاقصائيه قال لك ده بيبقى غول افريقيا ما حدش بيقدره. ما دام صعد يعني بيراهن على المكسب. بلاش ان احنا ندي انفسنا لا هو ده تصريحاته تصريحاته يعني هكذا ترى انت معنويا هكذا انا بدعبك بس يعني ما انت عمال تقول لي واحد بس لازم اديك برضه واحد طيب فانا اللي عايز اقوله ان لا الاهلي نرجع تاني للقرعه وما كان بيتسال اي حد يقول لك الاهلي يفضل مين فكان الردود كله لا يفضل الاهلي ايوه فخلينا نفكر بالطريقه دي طيب ده جانب من تدريبات الاهلي في تونس. مستر مارسيل كولر بقى في المؤتمر الصحفي هو الكابتن محمد الشناوي. كولر اكد انه الفريق جاهز كويس قوي للمباراه، واكد كمان تاني على انه عنده ثقه كبيره في لعيبته، وقال انه هو واصلين لقمه التركيز، وانه واثق انه مساء الجمعه هيكونوا في قمه تركيزهم. قال كولر المباراه بتجمع بين فرقتين كبار قوي، ودول بطلين للقاره. يعني خدوا بالكم الاطراف الاربعه اللي موجوده في السيمي فاينل كلهم شالوا الكاس دي قبل كده كتير. قال لك المباراه بتجمع بين فريقين كبيرين هم بطلين للقاره في مناسبات سابقه. من المؤكد حسب ما بيقول كولر
انها هتكون مباراه صعبه. هو شايف كده. لكن قال لك في ظل بقى الطموح ورغبه الفريقين في البطوله بعد الوصول للدور قبل النهائي ما تقدرش تتوقع سيناريو معين للمباراه. علق كمان على الغيابات في صفوف الترجي اللي البعض روج لها كتير. قال لك في غيابات في صفوف الفريقين، انتوا ليه مش باصين ان انا عندي غيابات انا رخم؟ بس كمان مش هتكون مؤثره من وجهه نظري. قال ان الفرق الكبيره بتقدر تتعامل مع الغيابات دي كويس لان عندها البدايل الجاهزه واللي قريبه من مستوى اللي بيغيب. قال ان الفرقتين عندهم مدربين قادرين على التعامل مع هذا الموقف، هو بيحترم علي نبيل معلول وشايف انه هيقدر يتغلب على الظرف بتاعه. كمان قال المدير الفني اكتر حاجه يا استاذ ابراهيم الا تحترم المنافس اي يعني أي من كان مين لازم تحترم المنافس. اذا ما احترمتوش كره تعاقبك بشكل فوري، تعاقبك حتى لو كان فرقه. احنا شفنا بروكسي ما حدش عارف مين دول، فرقه جديده من 2019 ايوه، كادت ان تحدث المفاجاه. لو كان في تحكيم عادل تطلع الزمالك حتى قبل ورغم كده هم جابوا جولين. ايوه واخد بالك. عايز اقول يعني ان احترم المنافس لان الكوره غداره جدا جدا اذا لم تحترمها. فما بالك بالترجي بقى، لانه مارسيل كولر قال لك يا جماعه، هو شاف ماتشات كتيره للترجي، قال لك يا جماعه ده فريق كبير واي لاعب بيرتدي فانيلته يقدر يدافع عن حظوظه. على غياب لاعب او اكتر مش هيأثر لان الجهاز الفني يقدر يشتغل. قال ان انا شفت مباريات للترجي وشايف اولا انه فريق صعب، عناصره عندها خبرات، سوف نحاول ان نستغل فرصنا في المباراه. وده كلام للعيبه انه مباريات كبيره في هذا الدور شويه، فبيقول لك هنحاول بقدر في استغلال الفرص اللي تتاح لينا. قال ان انا عارف ان الترجي دائما ما يصل الى اعلى مستويات له في بطوله افريقيا، ودائما ما يكون متواجدا في المراحل النهائيه للبطوله. هو شاف بقى السي في بتاعه والمسار بتاع الترجي، قال لك عنده مدرب يمتلك الكثير من الخبره في البطوله ودي مساله مهمه. قال لك محمد الضاوي كريستو التونسي بقى ده لاعب شاب جدا مهم قوي داخل الفرقه. الجهاز الفني مؤمن قوي بقدراته لكنه تعرض للاصابه فتره فابتعد ورجع بدا يشارك. قال لك بس انا عندي قناعه ان كل لعيبه الاهلي ان شاء الله هيكونوا في قمه تركيزهم وبيتمنى التوفيق وتحقيق نتيجه تساعد في مباراه العوده. ودي النقطه المهمه، ان انت بتلعب الشوط الاول في تونس، ايا ما كانت النتيجه الشوط الثاني في القاهره. انك انت تعمل نتيجه ايجابيه هناك هتديك جزء من الطمانينه، مش عايز اناقش. يعني ولذلك اصبحت الفرق الاوي اللي بره تهم الفرق اللي بتسعى للبطولات اكتر من الفرق اللي هوم. يعني انت لو 0-0 هناك خطر هنا. ايوه. طيب الشناوي على المنصه ناوي ان شاء الله. محمد الشناوي كابتن الفريق وحارس المرمى الكبير قال لك الاهلي والترجي دول فرقتين كبار يا جماعه من كبار افريقيا، ودايما انا متعود على انه الماتشات بتاعتنا مع الترجي متكافئه وصعبه. قال لك احنا بنحترم كل الفرق اللي بتلعبنا، بس كمان شايف ان المباراه اللي جايه دي هي الاهم لينا لان احنا بنبحث ازاي نصعد للنهائي. رد على سؤال على احتمالية غياب معز بن شريفية الحارس التونسي الدولي الكبير وحارس الترجي، فقال الشناوي انه معز بن شريفية عنده خبرات كبيرة جدا وحارس دولي، لكن قال لك الترجي زي الاهلي عنده قائمة كبيرة فيها لاعبين كتيرة قادرة تعوض الغيابات. ياما شفنا في حراس المرمى الحارس اللي ينظر اليه انه الحارس البديل يعمل تألق غير متوقع وغير مسبوق. يعني بيبقى عنده من الدوافع جعان لعب بقى وعايز يثبت وجوده. ايوه. لا مش معنى كده ان في ازمه عند الترجي، لا.
طيب قال كمان الشناوي التوفيق ان شاء الله في الفريق، لو كنا في تركيز احنا نكون الفريق الاكثر تركيزا في هذه المباراة، وبيأمل انه الاهلي يرجع من تونس باذن الله بنتيجة كويسة يا رب. الحكم الكيني بيتر كاماكو هيعاونوا سورو فاتسواني من لسوتو وجلبرتو شيروبوت من كينيا، بجانب الصومالي عمر عبد القادر حكم رابع هيتواجد على تقنية الفيديو الجزائري مصطفى غربال، وهيعاونوا مواطنه مقرن جوراري. يوم السبت بقى المباراة الثانية في هذا الدور، الوداد في ملعبه في الدار البيضاء مع سان داونز، المباراة 10 مساء في مركب محمد الخامس. إذن 10 مساء الجمعة الأهلي والترجي في رادس، ثم 10 مساء السبت الوداد مع سان داونز في الدار البيضاء. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنشوف اعترافات مهمة جدا حول موقعة رادس. المرة دي بقى ما تخافش على الأهلي، طول ما الأهلي سفير فوق العادة لبلاده في كل محيطه العربي والقاري، والناس اللي بتقعد بس تقول لك اي كلام يشوفوا شكل وقيمه العلاقه اللي النادي الاهلي والاثر اللي النادي الاهلي بيسيبه مع كل نادي بيتنافس معاه او مع كل دوله عربيه او افريقيه يزورها. الحقيقه في تونس كل ما طالع او اتحدث مع اي صديق من الاعلاميين التوانسه عندهم قدر كبير جدا جدا من الاحترام والتقدير للنادي الاهلي، وهم برضو عندهم صراحه زياده شويه. يقول لك الاتحاد الافريقي كان رحيم بينا، العقوبه اللي حصلت للترجي كانت رحيمه مش قاسيه قياسا على الاحداث اللي حصلت في مباراه شبيبه القبائل، بس احتفائهم بالاهلي وتقديرهم للاهلي كبير جدا، وحبهم للترجي ما بيمنعهمش ابدا من الموضوعيه في رؤيه مباراه الجمعه. دي يا استاذ ابراهيم خبرات الفرق الكبيره بقى، انك باستمرار قياساتك لازم تكون واقعيه. لو خدت نفسك في سكه الوه انت حر. طيب هنشوف البدايه، الزميل الصادق قحبيش في قناه ديوان التونسيه يتكلم عن حظوظ الاهلي والترجي كبيري العرب وافريقيا في مباراه رادس، نسمعه. حبيت نقول 50 لا احتراماتي 60 40 ليش 60 40 لانه هذه جمعيه معناها تستناها باش تعمل ماتش تكتيكي، وقت اللي تستناها باش تبدا واقفه بالكدا، والحقيقه عندهم لا بركاز اذا تخدمهم ها كره على البار وضيع بلنتيها وراس راس وعميه ربي معاهم ديما تحبهم ولا تكره توفيق. لا نحكي على الاهلي دونك حبيت نقول اللي كونوا هذه جمعيه ابيتوي وتيتر وعندها ثقافه 10 تشامبيونز ليغ 10 تشامبيونز ليغ واخر 3 فوا اخر مره فيناليست راهو على لي 3 ديرنيير زيديسيون، معناها بالعربي يوصلوا الفينال كيما انا وياك نصبحوا على بعضنا الصباح صحيح عادي، معناها امور ما دومي فينال تبدا تشامبيونز ليغ نتاعها ثقافه اي اون بلوس. انا رينا كيفاش كل ما تبدا سو بريسيون كل ما تنجح فيها، قداش من مره اوبليجي باش تجيب الكاليفيكاسيون من برا تجيب، قداش من مره اوبليجي باش تجيب التيتر من برا تجيب، لازمها تربح كونتر الرجاء وما تقبلش اهداف، ربحت 2 بلاش لو سكور ايديال في كومبيتيسيون افريكان الي روتور، ضيعت بونتوات ولا في لو دوران معناها خليت العاصفه تتعدى في الروتور. راهو كلام صهيب كله صحيح، كي تجي تشوف كره الرجاء لعبت 3 ميتونات على دوميني الاهلي 3 ميتونات، الميتون الاول في مصر وزوز ميتونات المغرب في المغرب صحيح، والاهلي على دوميني ميتون برك ميتون الثاني في مصر، شكون في الاخر تعدى؟ ريوسيت شكون مركز زوز؟ شكون ما ماركاش؟ الاهلي ما ذكركمش في حكايه عملناها في الشامبيونز ليغ تاع نعم جونشين معاك دوك ريال الاهلي المصري نسميه حتى ريال مدريد افريقيا اسمعني كي راهو الكوب وكل العالم ومازال شوط تغير يتغير شفناهم كيفاش معناها نقول لك حاجه وناخذوهم اليمون بار اليمون ما كانوش في فورمة عام ناول وفي اتعس حالات وصلوا فينال السنه زاد في اول عام همش في فورمة وكولر يحب ينحيوه اصلا كنت تذكر وبالرغم من النتائج نتاعو راهو كولر 37 مباراه منهم 27 ربح 6 تعادلات 4 هزايم أما ومش راضيين عليه ما سمحوش اللي قعد الاخر سيكوندا باش يتعادل صحيح ومش راضيين عليه يعني ملاحظين طبعا قدر الاحترام والثقه والتقدير القوي للنادي الاهلي. يعني قال لك
ليه بتقولوا 50-50؟ هي 60-40 كمان. ليه بتقولوا النادي الاهلي عنده 10 القاب؟ وبعدين ليه بتقولوا انه يعني ان حظوظ داخل وخارج بره، يستطيع ان يحقق الفوز داخل او خارج، هكذا يراه. وهو ده الاحترام اللي يدعون ايضا الى مزيد من الحرص والاحترام لنادي الترجي. يعني وراح مدي لك واحده كده، ها؟ قال لك هو كولر اللي لعب معاهم 37 ماتش عامل 27 انتصار واربع هزائم فقط، والناس ده على المدربين، وده اللي قاله اللي فاتت. لكن ايضا هو ده الضمان انك انت بص مراته تبقى مصحصح. بس شوف برضو الصادق حبيش بيقول لك هو مش من فراغ بيسموه ريال مدريد. قال لك احنا مش من فراغ انه بيعتبر الاهلي ريال مدريد. ليه؟ قال لك ما كانش في الفورمه بتاعت السنه الماضيه، ومع هذا حافظ على حظوظه وعلى قيمته. هي دي يا جماعه قيمه الاهلي. عشان كده اللي بيتعرض له الاهلي من تلوث سمعي من بعض البرامج هنا، جمهورنا يبقى عارف. شوف الناس بره لما بتبقى عندها، حتى هم بيلعبوك، حتى هم خايفين منك، لكن ما بيفقدوش موضوعيتهم، وما بيفقدوش امانتهم، وما بيفقدوش ابدا احترامهم للاهلي. كل ده وانت هتلعبهم. وفي الاعلام التونسي المحترم والموضوعي، لعلها فرصه انه الاعلام التونسي هو اللي بينصف النادي الاهلي، هو اللي بيديله حقه، حتى هو خايف منه او بيخشى مواجهته. رفيق بوشناق يرى في الاهلي سر اخر، نشوفه وهو يتحدث لراديو ديوان اف ام. نحكيو على ماتش الاهلي، الاهلي اللي ترشح ضد الرجاء، وخلينا نكونوا أمانة، عادي لو كان الاهلي صارت فيها هكا رانا احنا نضغطوا بالجماهير، الاهلي تتعاقب باش انا نتعداو نلعبوا الماتش نتاعنا من غير حضور الجماهير بتاع الفرق المنافسه. ولكن ان شاء الله يا ربي في مقابله مصيريه كما مقابله الاهلي، ساشون كو الروتور باش يكون في مصر، الذهاب مهم جدا 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 باهلي قوي للامانه، يخوف لورانتراسيكو عنده عاده والثقافه الالقاب. زادوا عطوا اكثر من 50,000 متفرج، معناتها نجموا يحضروا في مباراه رفيق، راهي حاجه مهمه برشا مباراه العوده للترجي الرياضي التونسي. يعني هو ما فاتوش انه علق على فكره هو الاهلي يعني عايز يلعب ليه بدون جمهور وحريص على كده. قال له ما احنا لما كانوا هنعمل كده، لو الاحداث دي حصلت في القاهره هنقول عايزين نلعب الاهلي بدون جمهور. وده طبيعي يعني، ما فيهوش، رغم ان الاهلي ما طلبش، لان المساله كانت واضحه مش محتاجه ان الاهلي لا يتدخل في الانضباط. الاهلي ما هوش طرف. عموما قال لك للامانه يا جماعه الاهلي فريق قوي ويخوف. انا حريص على الترجمه، لان انا عارف كتير من حضراتكم اكيد اللهجه التونسيه طريقه الكلام والمرادفات ربما تكون كتيره مش الناس. وشفتك عندك خبره في شوارع تونس. هقول لك انا ماشي مره انا وعصام شلتوت وعلي البحراوي على حته اختلاف المفاهيم، وكان معانا عصام الشوالي اعتقد. فشفنا محل مكتوب عليه مكتب جذب الامثله. قول لي انت بقى ايه ده؟ فانا اتاخرت انا وعصام شلتوت، وعصام الشوالي سبق قدام، فعايزين نساله ده ايه؟ فعصام قال لي طب ما ندخل نسال. عارف مكتب جذب الامثله ده ايه؟ مكنه التصوير. يعمل لك بالمثال، يعني انت بتحط الورقه تشد المثال. فهم بعد ما حاولوا عمليه التعريب بتاعه التجاره والاقتصاد والمفاهيم، هم والمغرب والجزائر جذب الامثله اتعربت التعريب الحرفي. فهو يقول لك لا ده مكتب جديد قوي. فانت هتسمع كتير من الاصدقاء والمعلقين التوانسه، عشان كده انا حريص ان انت تترجم برضو اللي بيتقال. رفيق بوشناق قال لك ان شاء الله يا رب في مقابله مصيريه زي مقابله الاهلي، الذهاب هيكون في العوده هيكون مهم جدا، وده اللي يخلينا ناكد على اللي قلناه لكم. فقط بكره الشوط الاول ان شاء الله تعالى تكون النتيجة إيجابية لصالح النادي الأهلي، بس في كل الأحوال حققت نتيجة إيجابية أو الترجي حقق النتيجة اللي هو عايزها، الشوط الثاني في القاهرة أكثر أهمية. لا تسترخي لو حققت إن شاء الله نتيجة إيجابية،
وما تقلقش وما تضغطش لو التوفيق ما حلفكش في رادس. القاهرة الشوط الثاني أكثر أهمية، بس البداية تكون من تونس. أنت مسألة الرايح جاي دي وعندما تحدث عن المسؤولية أتحدث عن مسؤوليتك وأنت فايز ومسؤوليتك وأنت مهزوم. وأنت فايز لازم تكون مترافق باللي قدامك، ما تطلعش فيه قوي. طبعا التواضع عند الناس. على فكرة الرياضيين معظمنا مفتقد فكرة التواضع عند لا لازم، وده اللي أنا بتكلم فيه، ما تطلعش فيه قوي في كل شيء. لأن في لحظة هتيجي أنت هتبقى في لا، وحتى النفخة دي هتضرك، ما بتضرك وتخليك تنسى نفسك. وبتخلي بتفقدك هدفك، زائد بتخلي الناس تتحامل عليك. طبعا يعني أنت لو تربت على المهزوم إيه ده، بتكسبه بتكسبه معنويا وبتحافظ على، وانت بتروح حتى مبسوط انك طبعًا. انت انسان طبعًا. بني ادم يعني صحيح. طيب لو انت لا قدر الله يعني خسرت نتيجه مش في صالحك، ما تنكسرش، اوعى تفقد ثقتك بنفسك. ثقافه انك تكسب ازاي وتخسر ازاي دي مسؤوليه عظيمه جدا، وثقافه يجب ان احنا يعني نتعامل معاها، وملف مهم جدا استاذ ابراهيم. يعني احنا بنحتضن حاجات لازم الناس تخلي بالها من النقطة دي، ده مش كلام رغي، ده بيخلق منك الإنسان الأفضل. يعني ده كلام مهم جدا. طيب ميك العوني بقى عن أخطر اللاعبين في الأهلي يتحدث لقناة أون تايم سبورتس، هنا نشوف هو شايف أخطر اللي قلقانين منهم مين. شبيبة الإقبال في رابطة الأبطال، وكذلك صفحة البطولة التونسية ومباراة ديربي العاصمة أمام النادي الإفريقي. ترجي فتح صفحة جديدة هي صفحة مباراة نصف نهائي رابطة الأبطال، من الصعب جدا أن تلعب المباراة بحضور الجماهير، ولذلك كل التركيز الرياضي يعني على المباراة، على الاستعداد الجيد، على التحضير الذهني والتحضير البدني للاعبي الترجي لهذه المواجهة، كذلك كما قلت التحضير الذهني المهم جدا بالنسبة للترجي الرياضي التونسي، هي إعادة لنسخة 2021 من نصف نهائي رابطة الأبطال. والترجي الرياضي التونسي سيسعى للسائر رياضيا من يعني من انسحابه من نصف نهائي رابطة الأبطال في الموسم قبل الماضي أمام الأهلي. مين أخطر اللاعبين في النادي الأهلي على الترجي التونسي من وجهة نظرك أنت الشخصية؟ والله أستاذ مدحت، أخطر اللاعبين في الأهلي هو الفريق وفريق الألقاب في الأدوار الإقصائية. فالأهلي حينما نتحدث عنه نتحدث عن كامل الفريق، لا نتحدث عن هذا اللاعب أو ذاك. يعني الترجي يعد جيدا للفريق ويعرف نقاط قوة الفريق ولا يركز على هذا اللاعب او ذاك، يعرف جيدا الاطار الفني للترجي الرياضي التونسي ودرس جيدا، والمدرب نبيل معلول يقول ان انه يعرف الاهلي، يعني اكثر الفرق التي له معرفه بها هو الاهلي المصري. ففي الاهلي حينما نتحدث عن الاهلي لا يمكن ان نتحدث عن علي معلول على حده او افشا على حدة أو كهرباء على حدة، نتحدث عن كامل الفريق الأهلي، أكثر الفرق تتويجا بمسابقة رابطة الأبطال الأفريقية. في الزحمة كده قال النقطة اللي أنا بقولها لك، النتائج السلبية الأخيرة جعلت أن عدم الحضور الجماهيري أنسب للترجي. قال لك من الصعب أن تلعب بعد النتائج دي في حضور جمهور، في حضور جمهور، أو مش صعب تواجه جمهورك. فهو ودي نقطة يعني لازم الناس تفهم منها، هيستفيد منها الترجي بقدر ما يستفيد منها لا إذا كان هناك فائدة يعني. زائد إنه قال الجملة اللي بحبها بقى. مين نجم الفريق؟ مين اللي أنت عامل حسابه؟ قال له فريق الأهلي. لو وصلنا إن إحنا المفهوم ده رسخه عند المنافسين يبقى الأهلي كده فعلا حقق ما يريد، أن يراه الناس هو فريق، قوته كفريق، في جماعيته، في صلابته، في اما لو انت قلت نجوم الفريق يبقى النجم اللي لو غاب يهز الفريق. على فكره مانويل جوزيه من يمكن يحسب له كان اهتم جدا بتعزيز الثقافه دي. ما انا بقول لك كان دايما للعيبه
ما تنساش لما جه قابل احمد فتحي اول مره قال له اهلا بيك وانت عارف انك لعيب جيد جدا وبتاع وجاي من فريق بيلعب كوره بس انت هنا وي ار فاميلي هير عايز تلعب انديفيدوال فوتبول جو بلاي جولف العب جولف انما احنا هنا بنلعب كوره جماعيه والنجم هو الفريق دي ثقافه مهمه جدا اعتقد الزميل الصحفي مكي العوني لمسها في فرقه الاهلي وقال للكابتن مدحت شلبي ما تسالنيش مين لاعب النادي الاهلي البارز انا اتحدث عن فريق عنده قيم الالقاب ودي مساله مهمه قوي قوي يا جماعه عنده قيم الالقاب عارف ازاي يقدر يروح للقب دي خبرات لعيبه واحنا قلنا قبل كده كتير اللعيبه ديت اتظلمت في غياب الجماهير لفترات طويله الجيل بتاع ابو تريكه وبركات وعماد والمجموعه الهايله قوي ديت ما اكتملش النضج بتاعها الا في حضور واحد مدرب واعي زي مانويل جوزيه تعامل معاهم حتى على الصعيد النفسي والثقافي بشكل عالي جدا وعميق وحضور جمهور كبير باستمرار في ظهرهم كان دايما داعم ليهم وتقالهم قوي لدرجه ان ما هو ده مش ابو تريكه بتاع الترسانه ولا ده عماد ولا بركات بتوع الاسماعيلي حتى اللي جه من الاهلي من بره نضج جدا وشخصيته بقت فعلا شخصيه الاهلي الاهلي اللعب ليه مختلف انت مطالب تكسب باستمرار ايوه وده شيء محدش تعود عليه في اي حته بره الاهلي يعني يجي وائل جمعه من المحله يدخل في النسق ده اي واحد ما يتحملش ان يخش في النسق ده ما عندوش القدره على تحمل مسؤوليه الاهلي ايوه ومسؤوليه الاهلي يا استاذ ابراهيم مختلفه جدا لازم تبقى على قدرها كلمه فانيلا تقيله عليه مش عشان يعني بس الجماهير يضغطها لا مساله حجم التوقعات المنتظر منك حجم المطالبات اللي بتطلب منك انت مراقب في كل حركه بره الملعب ايوه ولا قال لك انا ما بعرفش اتحرك في الشارع دي نقطه لازم تبقى عامل حسابك انك انت تتعامل معاها حاجه بسيطه ايه الجماهيريه والنجوميه بتاعتك بره هتعمل ازاي ضغط. وكمان تولي الالتزامات والارتباطات يعني انا اللي فات نظري دي موسيماني قال لك وفي ايه لفت نظري الفرقه وهي في الامارات في اوضه اللبس بيحتفلوا كذا واحد احنا هنحتفل بالسوبر لغايه لما نوصل القاهره هنبدا نفكر في مباراه الترجي تخيل ان فريق واخد بطوله وهو بيفرح وهو بيغني مش ناس اللي جاي مش ما هو لو نسيه هيبقى خطر فهي دي يا جماعه ثقافه الاهلي وهي دي قيم الالقاب اللي الاخوه في تونس شايفين الاهلي بيتحلى بيها جمهورنا الكبير اللي الحمد لله بدا يرجع للمدرج وان شاء الله تعالى الداخليه مشكوره توافق على الحضور بالساعه الكبيره باذن الله الاهلي بعت طلب وان شاء الله في مباراه العوده تكون موافق على حضور كامل ويستمر وعي والتزام الجمهور لانه هو ده فعلا اللي هيرجعك لقوتك ونفهم وتيره التعامل بقى كلنا مزيد من الالتزام اديكوا شفتوا جمهور زي جمهور الترجي لما خرج على النص استقبل الترجي عقوبات كبيره جدا فنتمنى ان شاء الله تعالى مزيد من الالتزام مزيد من التعاون ومزيد من الاحترام لانه في الاول وفي الاخر الامن عايز ينجح والجمهور عايز يشجع الاهلي والصيغه واضحه وباينه انت بتلقى معاملة محترمة وبتلتزم التزامات كاملة فقط حسبة بسيطة جدا كل واحد يعمل مسؤوليته كما هي مطلوبة منه بالظبط طيب محمد المغودي التونسي تحدث في قناة الكاس القطرية عن عقوبات الترجي اللي حصلت بسبب الجماهير نشوفه كيف شاهدت هذه العقوبات وتعليقك على ما قام به الاتحاد الافريقي تجاه الترجي وتجاه ايضا الرجاء. والله عزيزي هيك انا لا اعتقد بان هذه العقوبات انا شخصيا كنت اتوقع اكثر لان قساوه المشاهد بتونس وقساوه ايضا فراق نوره بالمغرب كان يقتضي ان تكون العقوبه اكثر قساوه من ذلك. لان حتى نستأصل بكل قوه مثل هذه المشاهد الغريبة والشادة عن كرة القدم وعن ثقافة وقيم لا دولة تونس ولا دولة المغرب وبالتالي أنا أقول أن على الترجي التونسي وفريق الرجاء الرياضي أن العقوبات كانت رحمة بكما
واعتقد ان في حاله تكرار مثل هذه السلوكات اعتقد ان الاتحاد الافريقي سيأخذ الامر بجديه اكثر. وبالتالي انا شخصيا لا اقول بان هناك قساوه في العقوبات بقدر ما اقول انها كانت عاديه، والقساوه كانت في احداث الاجرام التي كانت سواء بتونس او بالمغرب. الكلام ده لازم نفكر فيه احنا يا استاذ ابراهيم. لا الاهلي ولا مصر حمل هذا المشهد. ايوه. لانه اذا حدث لا قدر الله ولن يحدث باذن الله يبقى معناه هندفع الثمن. هندفع الثمن لان كل مستني بقى، طب انت خدت العقوبات هنا وريني هتعمل ايه هنا. لدرجه الراجل من ضيقه من المشهد وهو تونسي قال لك الكاف كان رحيما بالاهلي بالترجي والرجاء. لان المشاهد دي يعني وهي بجد مشاهد يعني قاسيه يعني. ايوه. جمهورنا باذن الله يكون بالثقافه والوعي القادر انه يفوت الفرصه على اي حد باذن الله تعالى. طيب لا يخبرك عن الاهلي قدر خبير، اسال مجرب ولا تسال مدرب، اسال حد جرب الاهلي وعرف سر الاهلي وقوه الاهلي. عشان كده اف ام التي في التونسيه اهتمت تسال مين عن الاهلي؟ فرجان ساسي لاعب الزمالك السابق والمحترف في الدوري القطري. نشوف فرجاني شاف الاهلي ازاي في تونس. استغل وجودك، تحب نسالك على مواجهه الترجي والاهلي، الاهلي تعرفه مليح، الترجي فريقك السابق، الترجي يمر بظروف صعيبه، الاصابات والغيابات، الترجي بظروف هذه كل حسب رايك انت حسب اللي شفته ينجم يتخطى الاهلي ويمر للدور النهائي؟ بالنسبه لمباراه الاهلي والترجي هو مانيش انا محلل باش نحكي، لكن تعرف زوز فرق مليح هما تو يحلوا بالدوري. تبع بيصير في الدوري التونسي والدوري المصري. الاهلي انا نحكي لهنا يعني مع اصحابي قلت لهم الاهلي كان يوصل يترشح راهو من فاسبول راهو فاسيلمون نجم يوصل للفينال نجم يهزها يعني تولي ايكيب اخرى. الاهلي الفترة هذه يعني سبحان الله ترشحت يعني ببلانتي الهلال اخر لحظة ضيعتها كان باش ترشح تو هم في الدمي فينال وقدموا في بيرفورمانس كبيرة. الترجي الفترة الأخيرة تعدى بظروف صعيبة شوية مع شوية خساير وكل شيء دونك أما في الأخر بكل شامبيونز ليج حاجة أخرى موتيفاسيون أخرى تركيز آخر يعني وفي وزيد الأهلي يحترم برشا الترجي ويعرف تقاليده في الشامبيونز ليج نفس الشيء ترجي تعرف تقاليد الاهلي ديما معناها يعني فرق قدم الزوز ديما يوصلوا معناها تلقاهم ديما مينيموم ديما فينال يعني تشوف العوام الاخر ديما يوصلوا. في الاخر كل هذا ماتش اللي يرتول يركزوا فيه وترجي يعني نتصور قادره يعني باش تترشح للنهائي. طبعا هو لاعب الاهلي وعارف الترجي كويس فقدر يتكلم بواقعيه شديده جدا ان الاهلي في دور المجموعات طبعا بيكون مختلف وبيكون دوافعه مختلفة، بيكون نظرته واهتماماته مختلفة، ولكن الترجي رغم انه بيفوت في ظروف صعبة الا انه يعني يأمل انه ايضا هو يكون مختلف بقى امام الاهلي لانه قطعا هيحترم الاهلي الاحترام الذي يستحقه، فده هيؤدي الى انه اداؤه هيكون مختلف عن الفترة اللي فاتت. وده اللي احنا بنقوله، الترجي مش هيكون سهل ومش هيكون مستسلم ومش هيقبل انه تستمر معاه سلسله الهزائم. ده كلام مهم جدا، وكلمه فرجاني ساسي انه الاهلي لما بيتجاوز دور المجموعات والادوار الاولى يتحول الى فريق اخر في الادوار الاقصائيه، وفريق يملك ثقافه التعامل مع الادوار الاقصائيه. ده كلام مهم جدا لجمهور الاهلي يا جماعه، لانه كتير لما الاهلي في دور المجموعات بيمر ببعض المنعطفات، سواء في فترة بتبقى جدول الدوري مضغوط، عنده غيابات، الظروف مش أحسن حاجة، وارد جدا إن الأهلي يتأهل عن المجموعة بصعوبة. حتى هذه المرة كل شوية تسمع حد وهو بيتكلم على الحظ يقول لك إيه، ما هو لو أطهر الطاهر كان جاب البنالتي ما كانش الأهلي اتأهل. أيوه، طب ما محمد هاني لو كان جاب البنالتي ما كانش الأهلي اتأهل. ده اللي جاب البنالتي كان الأهلي بقى أول مجموعة. بالظبط، لكن أنت تتعثر في المجموعات، خلي عندك ثقه في فرقتك انه بس سنده على اساس يتجاوز اي عثره في سكته في الادوار الاولى، لانه بعد كده زي ما فرجاني الساسي قال لك اسالوني انا عن الاهلي، انا لعبت في مصر وعارف قدر الاهلي،
الأهلي لما يتجاوز أدواره الأولى يتحول إلى غول آخر في أفريقيا. هي دي قيمة الأهلي يا جماعة اللي لازم الكل يحافظ عليها ويعززها، هي دي اللي هتدي اللعيبة الجديدة مسؤولية الأهلي. الجملة اللي بدأ بها المهندس عادل القيع الحلقة دي مسؤولية الأهلي، فخلوها عند كل اللعيبة إنك في الأدوار الإقصائية كل المنافسين شايفينك فعلا غول أفريقيا، أنت الفريق الكبير، أنت لازم تفضل تحافظ على هذه الشراسة في الشخصية وهذه الثقة في الأداء عشان ده الأهلي. ده كان فرجان الساسي. مجد التراوي نشوف هو الآخر في اف ام تي في التونسية، شاف الأهلي ومباراة الترجي إزاي. اخر هزيمه كانت وقتها ضد ماميلودي سان داونز، من وقتها منذ تلك الهزيمه لعب 9 مباريات، فاز في 8 وتعادل في مباراه واحده، اي دلالات للرقم هذا يا ماجد راوي؟ احنا الاهلي معناها حتى حد ما يشك في قيمه الاهلي، وفريق عريق وفريق معناها خاصه في الكومبيتيسيون هذيا معناها تشامبيونز ليج، معناها الفريق الاكثر تتويجا في افريقيا وعنده خبره كبيره. وقلنا راهو الاهلي ديما يلقى صعوبات معناها خاصه في الادوار الاولى والادوار اللي باش يتاهل بها، ولكن في صوره ما يتاهل راهو تشوف معناها وجه فريق واحد اخر نتاع فريق متمرس وعنده خبره في المسابقه هذيا، وكما قلت لك الفريق اللي يعرف يتعامل خاصه في الادوار المتقدمه تاع الشامبيونز ليج يعرف يتعامل مع المباريات نتاعو. دونك من الهزيمه هذيك ظاهر معناها الاهلي وخاصه زاد في المجموعات كي صارت المنافسه مع الهلال معناها شفنا معناها كيفاش معناها الاهلي المصري قام مباراه العوده معناها في مصر معناها مباراه محترمه وخلته يفوز معناها بالمباراه هذيك ويتاهل. شفنا وجه اخر، شفنا اهلي مركز كما يلزم، شفنا نقاط القوه نتاعو ورجعوا معناها في فورمه كبيره على مستوى الهجومي، عنده لاعبين الحقيقة على مستوى عالي وعالي جدا معناها باش نكون واضحين، معناها عنده خط هجوم معناها ممتاز جدا، عنده دكة زادة على مستوى الهجومي معوضين ممتازين جدا، معناها كي يشوفوا كهرباء والرجوع بتاعه من البعيد والفورمه الكبيره تو اللي قاعد عملها في الاهلي والاهداف الحاسمه اللي قاعد يسجل فيها كيف الشحات ولا عبد القادر الزوز لاعبين اللي نتاع نتاع بيرسيتا والاروقه هذاك باش نحكي عليه، واحد من الركائز معناها ومن المفاتيح نتاع الاهلي معناها هجوميا، معناها لاعب مفتاح الحقيقه كيما تحطه على علي كولوار كيما تحطه تحت الاتاكون معناها الي لا باسور بيتور ملاعبي على طراز عالي. الاهلي المصري معناها بيان سور عندهم علي معلول اللي هو توا في فورمه كبيره وقاعد يعدي في ماتشات كبيره مع عنده انتبه. شوف الكلام هنا في نقطتين ثلاثه مهمين قوي. طبعا بالتاكيد على مكانه الاهلي وخبراته ومش عارف ايه والكلام ده، لكن كمان نبه هو من ساعه خسارته من سان داونز الخساره المفاجئه المؤلمه دي ما دخلش فيه ولا هدف ولا خسر اي مباراه في افريقيا، كسب ولا خسر، تعادل ماتش الرجاء كسب 3 وتعادل 1. اه تاني حاجه لفت نظره قوه هجوم الاهلي، الناس اللي مش شايفه ان الاهلي عنده مشاكل لا عنده باور هجومي جامد، ده بيخليه حتى باستمرار اقوى هجوم. عايز دعم بشكل مختلف عشان تطمن اكتر، ده موضوع تاني. ايوه لكن اهم حاجه وهو يتحدث، ودي اللي انا عايز اتوقف عندها شويه يا استاذ ابراهيم، وهو يتحدث عن نجوم الاهلي، اتكلم على الشحات، اتكلم على عبد القادر، اتكلم على بيرسي تاو، اتكلم على علي معلول. كويس. طيب الناس اللي عماله كل ما تتكلم كل البرامج الاهلي ما ويروح جايبينه الزمالك ويحط مع الاهلي ما بيتعرفش يختار لعيبه اجانب كويس، مستوى اللعيبه الاجانب اللي في الاهلي والزمالك ما يشوفوا انديه ايه مش عارف ايه ويختار لعيب مميز في نادي. طب انا امبارح عملت وانا مع امير هشام قلت له ما تيجي نتكلم على كان حوار لائق هايل. كان حوار حلو. الحمد لله. قلت له تعالى نتكلم ونبه على الاجانب في الاهلي. علي معلول قال لي احسن محترف في تاريخ الاهلي.
حلو قوي. قلت له بيرسي تاو مهم ولا مش مهم؟ المهم جدا جدا. كل الناس دلوقتي، هو الراجل النهارده بيقول ايه؟ اهم لاعب في هجوم الاهلي. ها؟ الاستاذ مجدي الطراوي يراها كذا. لدرجه ان لما العمالة بيجي له همهمه كده ان في عروض، الجمهور قال لك لا ما تفرجش فيه دلوقتي. مش عايزين نبقى متسرعين ونمشي ورا الناس. طب أليو ديانج اللي كنا بنقول وحش افريقيا واللي حاطين له ارقام، ما نسيبوش الا بكذا وما نسيبوش الا بكذا. هو انت عارف ليه ما بيلعبش؟ مش عشان مستواه قل، لان جاله واحد مصري قدر يتالق في بسرعه رهيبه، مروان ما شاء الله. مروان النهارده لما يجي يتكلم مستر كورر على كريستو قال لك ايه؟ لولا الاصابه لعيب هايل واعد جدا وقوي جدا. القندوسي كل الناس تقول لك القندوسي ده هيبقى حكايه ان شاء الله، هيبقى حكايه. فين بقى اللي ما بيعرفش يختار وما بيعرفش يجيب وما بيعرفش؟ عشان ان احنا قلنا الكلام ده على ازارو، كله بيتحسر على ازارو النهارده. قلنا الكلام ده على باجي، كله بيتحسر على باجي النهارده. اجايه كله بيقول لك فينك يا اجايه. يبقى انت بتتكلم على ميكسوني، ها؟ وعلى بواليا. بواليا لما انت جبته كان مرعب. ايوه كان مرعب. وقدامك هنا في الجونه شايفه 11 جون في شايفه في 13 مباراه. ايه معايير تاني عايزها؟ لكن زي ما قلنا البشر بيختلف ادم. طب وقبليهم بقى نسيت واحد مهم جدا، الناس كلها بتقول لك ما ترجعوه، بدر بنوه. يا جماعه هو الراجل طلب رجوعه صحيح ولا هو اصلا متباع؟ يا عم هو الراجل هيكلمنا ولا هيقول لنا احنا؟ ما تسالنيش الراجل عايز ايه. الراجل احنا بيقول لي خد اهم اختار اللي انت عايزه. ما اعتقدش الراجل هيتكلم في حاجه دلوقتي ولا الراجل بيقول حاجه. الراجل ده ما بيتكلمش. كل شويه يقول لك بيقولوا له حاجات. الراجل ما بيتكلمش انه هيمشي فلان وهيقعد فلان ازاي يعني. الراجل يعني ده كانه مش فاضي غير يتكلم. بطريقه وكثافه الاخبار اللي بتطلع على لسانه ده كانه ما بيشتغلش. هو قال ديانج قال لك كده وهو في بالظبط قال له لا كويس ان انت فتحت، انا عايز اتكلم بقى. انا بقالي قد ايه كل شويه يجيبوا له عروض وهمشي واشترطت وطلبت وصريح لبره. قال له يا عم انا اهلاوي وبحب الاهلي وعايز ومبسوط وما عنديش اي عروض ومش عايز امشي خلاص. لكن يطلع يقول لك مطلوب ومطلوب ومطلوب. عموما دي رؤيه الاشقاء التوانسه وليهم كل التحيه والتقدير. اعتقد شفتوا كتير من الموضوعيه، شفتوا كتير من الاحترام، شفتوا كتير من الرؤيه السليمه حتى لقوه الاهلي. لا في هجوم على الاهلي، لا في اساءه، بالعكس الناس وهي بتتمنى فوز الترجي وهي بتتمنى المشهد الاعلامي هنا. وانت بتشوف الاستوديوهات بعض الخبراء واللعيبه اللي ليها تقولها وهي تتحامل على الاهلي بشكل مستمر. لا ده في حاجات غريبه. في حاجات غريبه واحيانا بيكون شعبان بعضهم ينتمي الى النادي الاهلي. مش ممكن يا جماعه. خلي حساباتنا مع بعض بيننا وبين بعض، لكن عندما نتحدث عن الاهلي يعني يا ريت نتحدث بمسؤوليتنا وضمائرنا امام جماهيرنا. اي حد يتكلم، هي المشكله في افتقاد الناس للموضوعيه، لانه والله لازالوا بيرددوا نغمه الاهلي خد البطولات عشان فرغ الاسماعيلي. طب يا جماعه تطلع تقول بالاسماء والارقام، طب هو الاسماعيلي ما خدش لعيبه من الاهلي؟ ما نجحوش. طب ما نجحوا في الاهلي عشان لقوا في النادي الاهلي السيستم المناسب. وبعدين طيب هي اللعيبه دي لما كانت في هذه الانديه مين فيهم راح منتخب ولعب كم مباراه دوليه؟ انتوا ليه بتنكروا بصمه الاهلي وتاثير الاهلي ونظام الاهلي؟ جابوا كم بطوله؟ وبعدين بلاش اخر حد من اللي انتوا بتتكلموا على ان هم دول اللي جابوا كل البطولات، الجيل بتاع بركات مثلا، سيد معوض اعتزل، خد الاهلي كم بطوله من بعديها؟ كان جاب لعيبه منين بقى؟ طب اللعيبه اللي بتروح انديه منافسه بكثافه اكبر من الاهلي ما بتاخدش البطولات دي ليه؟ كل الناس لازم تفكر ايه عمليه يا استاذ ابراهيم، عمليه توقيع بينك وبين الجماهير. لا هو بص اللي بيتكلم بهذا المنطق هو مش حابب الاهلي ومش حابب يعترف او مش هيقدر يعترف بقوه الاهلي. ده الناس لغايه دلوقتي والله بتسمع كلام في منتهى الغرابه. والمش وتقول لهم يا جماعه ده جول حسن شحاته و2009 اللي الاهلي اتدبح تحكيميا في كذا مباراه. ما هو كان سابق لو كان عايزين يجاملوا الاهلي ياخدوا بطوله ما يسيبكش تحصلني بعدين يعمل لي ماتش فاصل يجاملني فيه. لا من الاول يخلص بقى.
ده مانيو جوزيه تقديراته انا هخلص من 15 بونت، فوجئ ان الصفافير ضده وصلته للمباراه فاصله. يا جماعه يعني بلاش عبث بقى بعقول الناس يعني. يعني اتمنى كل واحد بيقدم حاجه او بيقول للناس حاجه ياخد باله. مش عايز اعرف اشرف ان قدامنا لا هنشوف ميسم عادل دلوقتي يشوف قاعد بيتفرج علينا ناس ممكن يكون مستوى الثقافي والمستوى الذهني والمستوى العلمي بالتاكيد ناس كتيره جدا درجه وعيها حتى العام اعلى بكتير جدا من الناس اللي بيكلموهم عبر الشاشات. فخلوا عندكم قدر شويه من الموضوعيه وامانه الكلمه. احنا شفنا امانه الكلمه، شفنا الاشقاء في تونس بيتكلموا على الاهلي ازاي وهم في منتهى الانتماء والحب للترجي، حتى هم بيعترفوا بالعقوبات. قال لك لا، الاخطاء اللي ارتكبها جمهورنا كانت قاسيه جدا، العقوبات جت رحيمه. هي دي، هو ده المستوى المتحضر في مخاطبة الناس، وهو ده اللي بيشكل وعي الجماهير. انتوا تقولوا للجمهور كل المغالطات وكل الإساءات وكل التجاوزات وكل الألفاظ الخارجة، وبعد كده تحاسب المتلقي على وعيه. هو انت عايز الجمهور اللي انت عمال تدخله كل المغالطات والمكايدات والضغط والإساءات عايزه يطلع ايه يعني؟ عايزه يعبر عن انتمائه وعن شعوره لناديه ازاي؟ انت اللي عملت الطبخة المسمومة ديت وبتحاسب الجمهور عليها. فأرجو رسائل، احنا عرضنا كتير من رسائل الأشقاء في تونس نظرا أولا لأهمية المباراة وقوتها، لأن بينك بيري أفريقيا والعرب الأهلي والترجي، وثانيا عشان تشوفوا القدر الهائل من الوعي والتحضر لدى الأشقاء في تونس. الإعلام التونسي في الشق الرياضي ما سبقناش كتير من فراغ، ناس بيتكلموا بمنتهى المهنية، بنفس الموضوعية، بنفس الاحترام للأهلي، ما حدش فيهم يعني باخذ حق الاهلي ابدا. لا، المشهد الاعلامي بالصخب اللي موجود فيه، بالتجاوزات والتراشق، بالسخريه الدائمه من البتاع، مش ما بشوفوش في اي مكان في العالم. احنا متميزين في الحته دي، لينا خصائص. هل لو نقلنا الاعلام ده اي دوله ثانيه هتقبله؟ مش عارف. لا، هو مش اعلام والله، لا ده اي حد متخصص يحلل المضمون اللي حاصل ده، ده لا إعلام ولا هباب خالص، ده حاجة تانية لوحدها مقارنة باللي بيحصل في ممارسات مسؤولة ومنضبطة الحقيقة. يعني مفيش كده أبدا، وان من شو حد يفضل ماسك الميكروفون والهدف الأساسي انه يسيل للأهلي، والتارجت اللي مطلوب منه ازاي يجيب نسب مشاهدة، فعشان يجيب نسب مشاهدة يضغط على جمهور الأهلي، يفضل بقى تسمع وبعدين الناس يفضل تقول اخبار متفبركه، ما هياش اخبار، يفضل يقول فبركات كتيره جدا، ولما تتكذب تاني يوم ولا كانه شايف ولا كانه واخد باله، يطلع مارسل فولر يقول لك يا جماعه انتوا بتجيبوا من جد منين؟ هيصدف يا استاذ ابراهيم خبر قلت 10 اسماء يصدف، فيقول لك انفرادنا وكما قلنا وما تاخدوش غير مننا احنا سيبك بقى من الكلام ده، خلينا نشوف بقى، نشوف شغلنا وهمنا. الصوت العراقي بقى للمحلل العراقي والكابتن ميثم عادل، كيف يرى برؤية عراقية المواجهة المصرية التونسية؟ المواجهات التاريخية بين الأهلي والترجي، هناك 22 مواجهة، 20 في دوري الأبطال واثنين فقط في الكونفدرالية. طبعا الأهلي تفوق كامل على الترجي بتسع انتصارات مقابل 4 و8 تعادلات فقط. سجل المارد الأحمر 26 هدف في شباك الترجي واستقبل 15 هدف. بشكل عام الأهلي دائما هو المتفوق على الترجي، دائما ما هو اللي يأخذ من المباراة ما يريده. وأنا طبعا كنت مع أن تكون المباراة وين الأولى في تونس، لأنه على ما أتصور وعلى ما أعتقد وحسب الخبرات اللي أمتلكها البسيطة والمتواضعة، أعتقد أن المباراة دائما تحسن في مباراة الإياب، خاصة في دور النصف نهائي. أنا مرتاح من موضوع أن الأهلي يلعب في تونس والذهاب ثم يأتي إلى وين؟ إلى القاهرة ليلعب الإياب. الأمور كلها طيبة، كولر يتعامل مع الكل بشكل مناسب حسب ما وصلتني الأخبار، هناك أريحية وأمور نفسية على أعلى مستوى تدار فيها الأمور في
سواء داخل حجر الملابس أو في التمارين أو كل ما يحيط بالنادي الأهلي بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى 11 إن شاء الله في الجزيرة. دخل في مقارنة إحصائية، عدد كسب 9 وتعادل 9 وخسر فيه 4، جاب 26 جون ودخل فيه 15 جون، خرج منها بشكل منطقي. هو أستاذ ميسم يعني متدفع، علاقته بالأهلي مبنية على ثقته في الأهلي. وهو كمان كابتن لاعب دولي ومحلل ومدرب، فحتى انحيازاته انحيازات فنيه، فهو مطمئن اكتر مننا يعني. فربنا يكون عند حسن ظننا يعني ان شاء الله. طيب بمناسبه بقى الجوله العربيه ديت ما بين الجزائر وما بين او تونس وما بين العراق، في الجزائر الزميل خير الدين روبا على تويتر شوفوا كاتب ايه، اكررها للمره الالف، من أراد الاحترافية وعقلية البطولات والذهب والأمجاد عليه بمدرسة الأهلي المصري. وهو اللي بيقول قسما بالله حاجة ترفع الراس في الوطن العربي وأفريقيا. الرجل لا يجامل ولكن يقسم. صحيح، هو كذا، هو مؤمن بهذا. يكفيك انصافا والله يا أهلي، والله يكفيك انصافا ما يراك به الآخرين. الاخرون ما انت بتقول ان انا بصلح. لما تصلح مره، وانا ما اديتكش اي فرصه تعدل على النار. ايوه صحيح. طيب يعني ما جراش حاجه يعني. فلما نيجي نقول لا تتجرأ ولا تفتري ولا تغير الحقائق مع النادي الاهلي، لان مش احنا بقى كمان، احنا بس اللي هنرصد لك ده. العالم بره متابعنا اكتر من متابعه الناس اللي هنا. حتى هنا والله، ورغم المنافسه، لكن في بصيص كده من امل، في ضوء في النفق، الضوء صادر من البرنس، من المحترم كابتن أشرف قاسم، واحد من ألمع وأفضل وأخلص نجوم نادي الزمالك ومنتخب مصر. لكن انتمائه للزمالك ما بيفقدهوش الحياة في كل تحليلاته وفي كل آرائه، موضوعيته ورؤيته للأهلي. نشوف الكابتن أشرف قاسم. الأهلي والترجي، لا هو مش توقعات يعني، ايه اللي ممكن يحاول ان الاهلي يحصل على من المباراه، وخصوصا ان في امور ايجابيه كتير جدا معاه. ايه هي الامور الايجابيه؟ يعني كمثال، يعني هو لسه حصل على بطوله السوبر من فتره قريبه، معنويا هو طبعا هيبقى داخل على المباراه بمعنويات مرتفعه جدا بالنسبه لعيبته، حتى الاداره الفنيه هتبقى نفس الوضع، الجماهير هتبقى برضو المسانده بتاعتها بشكل كبير. المباراه هتتلعب مع الترجي، والترجي كمستوى اقل من الفترات اللي فاتت بكتير جدا، خسران ماتشين في الدوري ورا بعض، اخر الصفاقسي والافريقي بالظبط، لا والافريقي بعديه، لا الافريقي بعديه. النادي هيلعب من غير جمهور، على فكره نقطه من غير جمهور في الترجي في تونس مشكلة كبيرة جدا، لأن دي كانت بتسبب ضغط على الفرقة اللي بتروح تلعب الترجي هناك. يعني موضوع انه بيلعب من غير جماهير ايجابية بالنسبة له، لكن الفرقة هتحاول بقدر الامكان انها تعمل نتيجة ايجابية مع النادي الاهلي. وفي المقابل النادي الاهلي ايجابيته في المباراة، المباراة دي يعتبر ان في جماهير، لكن لازم يرجع من هناك وهو عامل نتيجة ايجابية تريحه هنا، تريحه بشكل كبير. هنا بقى المباراة هتختلف طبعا، مباراه بجمهور زي المباراه بتاعه الرجاء، اعتقد جمهور يجي اكتر، يعني تخش في 60 70 يعني الملعب هيتملي. المسانده الجماهيريه دي مع ان انت تبقى راجع من تونس وانت كسبان، طبعا هتفرق كتير جدا مع النادي الاهلي. توقعاتك الاهلي يعدي يا كابتن اشرف من الترجي؟ يعدي، هيعدي لان ممكن يكسب هناك. كانت المباراه الاصعب امام الرجاء، يكسب هناك، ممكن يكسب هناك، يكسب هناك ان شاء الله تعالى، يكسب هناك. الأهلي في درجة تركيز عالية إن شاء الله تعالى. أهم نقطة التركيز، التوفيق يكون حليف الأهلي 10 مساء الجمعة في استاد رادس، ذهاب دور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، ويرجع الأهلي وقد اقترب كثيرا من الأميرة. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في 9 مساء الاثنين القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.